السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد على عيون أحلى سادة مشاهدين مشاهدي شبكة تلفزيون النهار. حلقة جديدة ودسمة وساخنة إن شاء الله من برنامجنا آخر النهار مع تامر أمين. حلقة يوم الأربع الموافق 26 أغسطس 2020. الدنيا امبارح قامت وما قعدتش على الكلام اللي أنا قلته فيما يتعلق بالسؤال والاستفتاء الجماهيري اللي أنا أطلقته لكل الجمهور الأهلاوي على قصة اللاعب أحمد فتحي. والحقيقة أنا عارف أن أنا سألتكم سؤال صعب وحطيتكم في مزنق إذا جاز التعبير، يعني لأنه حبك للأهلي ومعرفتك باحتياج الأهلي لقيمة ولاعب كبير واسم كبير وأداء كبير زي أحمد فتحي دي قصة، وفكرة كمان التمسك بالمبادئ والقيم بتاعت النادي الأهلي دي قصة كمان مهمة، والاتنين اختيارين صعب. فأنا عارف أن أنا زنقتكم ما بين اختيارين كلاهما مر. ومبارح لو تاخدوا بالكم أنا كنت حريص أن أنا ما أقولش رأيي، أنا قلت لكم معلومات من الكواليس وانفرادات هنا لآخر النهار أنه أحمد فتحي بيشاور عقله بعد ما لقى الأرقام اللي بياخدها عبد الله الصعيد ورمضان صبحي اللي هياخدها من بيراميدز أو معروض عليه أكبر من الأرقام اللي هو بياخدها، فقال لك لا أنا أتساوى بيهم، أنا كابتن منتخب مصر، أنا أقدم من الاثنين لعيبة وأنا ما قلش عنهم مستوى و و و و، فبالتالي يساووني بيهم يا لا. واضح ان بيراميدز لا، بيراميدز قال احنا اتفقنا والامر منتهي. فاحمد فتحي بيقول لك لا، طب ما طالما بقى الفلوس اعلى ومش عارف ايه وبتاع ما خليني في النادي بتاعي والتيشيرت بتاعي وعلاقتي بجماهيري وي 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 وكذا وما الى ذلك. فربما يفكر في البقاء في الاهلي اذا ما وافق مجلس اداره النادي الاهلي على بقاء احمد فتحي وترضيته ماليا ويكمل معانا الموسم اللي جاي. فكتير من الناس قالوا رايها، وفي ناس كتير قوي قوي كتبوا على مواقع التواصل والاخبار وحتى تواصلوا معايا انا شخصيا وقالوا ما يقعد، وفي ناس كتير كمان قالوا لا يمشي. انا النهاردة هقول لكم رأيي، انا سبت الموضوع يختمر ويتفاعل ويكبر عشان ما بقاش انا كلامي يؤثر على رأي حد، لكن بما ان النهاردة مش هقول لكم رأيي كاعلامي ومش هقول لكم رأيي كمذيع، انا هقول لكم رأيي كواحد من الاهلاوية ادعي ان انا اهلاوي جدا وبحب الاهلي جدا وبخاف على مصلحة الاهلي جدا وبخاف على قيم ومبادئ الاهلي جدا اللي هي الاساس اللي اتبنى عليه النادي الاهلي ومكمل بيه النادي الاهلي، قيمه ومبادئه وروح الفانيلا الحمراء ولو كره الكارهون. انا رايي بعد الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، رايي انه اذا احمد فتحي قرر البقاء في النادي الاهلي وطلب ده رسميا من الكابتن محمود الخطيب والمجلس الاداره او كابتن سيد عبد الحفيظ او اي مصدر موثوق في النادي الاهلي انه عايز يقعد ويكمل في النادي الاهلي، رايي انه يقعد والاهلي يوافق. هتقولوا لي ليه وما الكلمتين بتوعك والمبادئ والقيم وبتاع، هقول لكم اه طبعا مبادئ وقيم، بس خدوا بالكم ان حاله احمد فتحي حاله مختلفه عن حاله عبد الله السعيد وحاله رمضان صبحي ومين تاني وحتى حالة شريف اكرامي. احمد فتحي ما ساومش الاهلي على فلوس، ورجعوا كده لتفاصيل المفاوضات اللي كانت بينه وبين الاهلي هتفتكروا ان القصة ما كانتش فلوس، مش قال لهم مثلا انا عايز 10 جنيه فهم قالوا له لا هتاخد 6 جنيه بس، فقال لهم لا خلاص انا هروح للي هيدفع اكتر فبالتالي راح لبيراميدز. لا، القصة مع فتحي ما كانتش كده. الخلاف ما بين احمد فتحي وما بين مجلس اداره الاهلي وقت المفاوضات كان على ايه؟ كان على المده، مده العقد مش قيمه العقد، والفرق كبير. لو كان الخلاف على قيمه العقد كنت قلت دلوقتي فورا والله لو هيرجع يلعب ببلاش ما دام ساوم الاهلي وساوم على تيشيرت الاهلي بالفلوس ما يرجعش ويروح لاصحاب الفلوس. لكن فتحي كان كل طلباته من مجلس اداره النادي الاهلي انه يمضي عقد 3 سنين. وليه كان شرط فتحي انه يمضي عقد 3 سنين؟ لان فتحي عارف ان سنه كبر، سن فتحي بقى 33 او 34 سنه، فخلاص ده اخر عقد هيمضيه. الاهلي كان بيقول له لا احنا هنمضي سنه واحده ونجدد سنه بسنه، وفتحي عارف انه خلاص ده اخر عقد هيمضيه، فهو عايز العقد يبقى 3 سنين عشان يقبضوا لوكشه واحده ويضمن انه قاعد في الملاعب 3 سنين مش سنة وبعدين يقولوا له شكرا وبتاع. فكان ده همه الاساسي انه يا جماعة قعدوني 3 سنين لان انا عايز اكمل في الملاعب 3 سنين. ومجلس ادارة الاهلي قالت لك لا احنا ما نضمنش ادائك ومستواك ولياقتك البدنية ولياقتك الفنية كمان 3 سنين، فهنمضي معاك سنة بسنة.
واحنا مع بعض، ولو انت كويس وفت وماسك نفسك وبتاع اكيد مش هنستغنى عنك. ففتحي ساعتها قلق وقال لا انا حمضي مع اللي هيمضي معايا 3 سنين. فبالتالي الخلاف كان مدة مش قيمة، وطالما مدة هنا اللاعب عايز يطول مدة بقائه في الملعب وده حقه، وعايز يلعب اطول فترة ممكنة وده حقه، وعايز يضمن مستقبله على الاقل على اطول فترة وده حقه. هنا ما ساومش الاهلي وقال لهم فلان عرض عليا كذا هتدوني زيه ولا امشي، ما حصلش. ولو كان حصل كنت قلت له امشي. عشان كده انا بقول لكم رايي، وده رايي الذي لا افرضه على احد، وبحترم راي المخالفين معي. انا رايي انه لو احمد طلب من مجلس اداره الاهلي انه يقعد ويتم التفاوض معاه على المده بتاعه العقد والفلوس مفيش مشكله. احمد يظل واحد من رموز الاهلي ومن نجوم الاهلي ومن ابناء الاهلي ومجتهد، وما نكدبش عليه مع بعض ونخبي على دقون بعض، احنا محتاجينه. الجبهه اليمنى محتاجاه بشده، بتنادي عليه كده الباك اليمين على الاهلي بنادي عليه بيقول له عود يا فتحي زي عود يا هميس كده، خصوصا واحنا داخلين على لبش كبير هو نهائي كاس افريقيا او دور قبل نهائي كاس افريقيا والمباريات الحاسمه في الدوري وموسم جديد الله اعلم هيبقى شكله عامل ازاي وبتاع. وبالمناسبه انا عاجبني احترافيه الاهلي وفتحي لحد اللحظه دي، الشكل الاحترافي اللي بيتعاملوا فيه مع بعض. الاهلي فتحي والاهلي بلغوا بعض من حوالي 3 اسابيع 4 اسابيع ان هم خلاص مش مجددين من اول الموسم اللي جاي، ومع ذلك فايلر المدير الفني السويسري بيستعين بيه لحد النهارده، والدليل ان المباراه اللي ابتدت من حوالي 7 دقائق دلوقتي في الدوري ما بين الاهلي والجونه ريني فايلر بيلعب احمد فتحي اساسي، بيلعبوا دلوقتي اساسي، ونزلوا احتياطي في ماتش الزمالك اللي فات بس كان اخر 7 دقائق يعني، لكن دلوقتي بيلعب بيه اساسي. واحمد فتحي معلوماتي ومصادر من جوه الاهلي بيتدرب كويس قوي، بيحضر كل التمارين، مش بقى بيقول لك خلاص انا ماشي مش مهم ما اجيش تمرين اضرب تمرين اروح واتمشى في التمرين، لا بيقول لك اكتر واحد بيبذل مجهود في التمرين واكتر واحد بيموت نفسه في الملعب، ولما بيطلب منه يلعب اهو بيلعب. واعتقد ان النهارده بالذات هتشوفوا، ما انا مش شايف معاكم الماتش اهو بس هنتابعه، بس انا بقول لكم ان النهارده هتبقى من احسن ماتشات فتحي وهتشوفوا ليه. بيحلل البضاعه، بيقول انا اهو انتوا محتاجين لي وانا كويس وفت وقادر ادي. خدوا بالكم الدنيا كده، كل واحد بيشوف مصلحته، بس انا رايي انه مصلحتك ما تجرش على مبدا او قيمه انا بارسيه او باثبته. عشان كده نقفل الموضوع، وفتحي هيلعب النهارده او بيلعب النهارده وهيلعب كويس بعد يعني توفيق ربنا. وانا بقول لكم انه لو انا مسؤول في الاهلي ابقي فتحي لو عنده رغبه في ذلك، لانه اختلف معي على المده مش على الفلوس. اقفل الصفحه. طيب والنبي يا انس لما فتحي يجيب جون يبقى قول لنا، ما بقولكش رايك انا، بس بقول لك لما يجيب جون قول لي بس، ده المعلومه لو سمحت، شكرا. طيب جدتي وجدتك وجدتكو قالوا لنا زمان في الامثال مثل حلو قوي قوي قوي، للاسف الشديد احنا حافظينه بس ما بنشتغلش بيه. جدتي قالت لي ايه زمان؟ قالت لي يا ابني يا حبيبي اللي بياكل على درسه بينفع نفسه، اللي بياكل على درسه بينفع نفسه. زمان انتوا عارفين احنا كنا صغيرين طلعنا عينين ابهاتنا امهاتنا وجداتنا وهو بياكلونا، خد يا حبيبي كل، لا انا مش عارف ايه وعايز العب، مش عارف ايه وعايز اروح فين، مش عارف كذا. فكانت تقول لك كده يوه كتك القرف، اللي بياكل على درسه بينفع، يعني والله هتاكل هتنفع نفسك، مش هتاكل اخبط دماغك في الحيطه. ليه انا بقول لكم المثل ده؟ علشان حاله التطنيش وحالة الاستبياع اللي موجودة دلوقتي عند كتير مننا من المصريين فيما يتعلق بالموضوع بتاع كورونا. انا لو نزلت دلوقتي وخدت الكاميرا ونزلت اتمشيت مع حضراتكم في الشارع وسألنا 10 تنفار، عينة عشوائية كده 10 تنفار، كورونا اخبارها ايه؟ لسه مهتم بكورونا؟ لسه قلقان من كورونا؟ لسه بتلبس الكمامه؟ لسه اول ما بتروح البيت بتغسل ايدك ومش عارف ايه؟ لسه ما بتلمس الاسطح والمش عارف ايه مكان الحاجات وبتاع؟ يقول لك يا عم بقى خلاص كورونا كل سنه وانت طيب، ده كان هم ونزاح صداع وراح. انا رايي هتلاقي 8-9 من 10 اجاباتهم كده، 1 أو 2 بس اللي هيقول لك لا كورونا لسه موجوده وانا لسه خايف زي ما انا وعامل الاحتياطات بتاعتي زي ما انا. ده معناه ايه؟
معناه انه 80 او 90% مننا نسيوا كورونا وبيتعاملوا على انه كورونا اصبحت في خبر كانت في الماضي وشكرا، وان احنا يلا بقى نرجع لحياتنا ونشوف حياتنا ونشوف مستقبلنا وداخلين على المدارس ونشوف بقى اكل العيش ونشوف مصاريف المدارس وبتاع، وما تصدعوناش بموضوع كورونا. وده امر في منتهى 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 الخطورة، منتهى الخطورة. ليه؟ لان احنا تعلمنا انه الخطر لما تغفل عنه وتديله ظهرك يلسعك. طول ما انت منتبه للخطر ومكان الخطر ومفتح كده عينيك وعامل كده اهو، بيبقى فيه هات وخد ومش عارف ايه وسجال اول ما تدي ظهرك للخطر يقوم مديك. وده اللي حصل في دول كتير بره، ان هم شافوا الاعداد بتقل وشافوا الدنيا بتهدى وشافوا حدة الفيروس كمان بتخف، قال لك الحمد لله يلا بقى رحلة يا ست الكل، فتحوا المطاعم وفتحوا الكافيهات وفتحوا كذا، يفتحوا الحاجات كويس. بس الاتيتيود والسلوك بقى ان انا انسى كل الاجراءات بتاعتي واقعد على حجر اللي جنبي والزق فيه ونفسه في نفسي ومن غير كمامة ومع انسى الكحول. قولوا لي مين دلوقتي بيشتري كحول؟ مين دلوقتي بيروح الصيدلية قبل ما يروح عشان ازازة الكحول اللي معاه خلصت عشان يشتري ازازة كحول جديدة؟ مين حاطط المطهر اللي اسمه السانيتايزر ده على باب بيته زي زمان وبتاع بكذا؟ خلصت. قال لك الحمد لله دي كانت بادجت كده ميزانية زيادة علينا الحمد لله خلصنا منها. فبالتالي احنا رجعنا لحياتنا العادية ما قبل كورونا وكأن كورونا خلصت. فللأسف احنا رجعنا وكورونا ما خلصتش. فالنتيجة اللي قالتها النهاردة وزيرة الصحة، أنا مش بقول لكم كلام من عندي، مش بقول لكم كلام كده نمت حلمت وصحيت أفسر أحلامي عليكم، لا، أنا بكلمكم على كلام رسمي موثق من مصدر رسمي اسمه وزيرة الصحة، السيدة الأولى المسؤولة عن صحة المصريين في مصر. قالت إيه وزيرة الصحة النهاردة؟ قالت الأعداد بترتفع مرة تانية ارتفاعات كبيرة وده مؤشر مقلق. مؤشر مقلق. الأعداد كانت وصلت لألف وشوية ونزلت نزلت 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 الحمد لله وصلت للميات مية وشوية لحد يوم السبت اللي فات. السبت اللي فات يعني من 4 أيام كسرت حاجز المية كمان نزولا، وكان حاجة وتمانين، 88 أو 89 حالة. حلو، 88 أو 89 حالة إصابة. فقلنا كلنا بس خلاص يا جماعة تمانينات، ده احنا بنتكلم على 3-4 أيام والموضوع ده بخ. قوم النهاردة ومبارح يبقوا كام الحالات؟ الدبل تقريبا، داخلين في 140-150 حالة. وأعداد الوفيات كمان زادت، دخلنا وصلنا ل 18 و19 حالة بعد ما كنا وصلنا ل6 و7 حالات وفيات. يعني في أقل من أسبوع، ركزوا معايا بقى عشان ده مؤشر الخطر، في أقل من أسبوع من السبت اللي فات للنهاردة ل4-5 أيام بس، في أقل من أسبوع تقريبا المتوالية اتضعفت من 80 ل 150، تقريبا الضعف، اقل من الضعف سنة بس تقريبا الضعف، ومن 9 حالات وفيات الى 18-19 حالات وفيات، يعني برضو تقريبا الضعف. المتوالية دي لو فضلت كده في تضاعفاتها تبقى مصيبة. بعد 3-4 أيام ضعف ال 150 يبقوا 300، وبعد 4-5 أيام ضعف ال 300 يبقوا 600، وبعد ال 600 يبقوا 1200، ودخلنا في الالافات تاني، والله اعلم مين اللي هينزل الارقام دي بعد كده. وانا مش عارف احنا ليه ما بنتعظ، يعني مش عارف اقول لكم ايه الحقيقه. التجربه حصلت بحذافيرها في الموجه الاولى من كورونا، التجربه حصلت بحذافيرها، يعني ما فيش اي تغيير. الكورونا الحمد لله ربنا ادانا نموذج الاول ببعض البلاد قبل ما تجيلنا عشان ناخد بالنا. فضربت امريكا واسبانيا وايطاليا، وكنا بنشوف واطلع هنا لحضراتكم واقول لكم بصوا على الناس والوفيات والجثامين والمصايب السوداء اللي عندهم، ورئيس وزراء بريطانيا اللي طلع قال لك استعدوا لوداع احبائكم والناس اللي بتحبوها، وترامب اللي طلع قال لك مصيبه سوداء، ورئيس وزراء ايطاليا اللي طلع قال لك احنا محتاجين معجزه من السماء وبتاع، واحنا كنا لسه فله ما كانش عندنا حاجه، ومع ذلك كنا مستهينين شويه. فاللي حصل ان اللي حصل جالهم ابتدى يجي لنا، فابتدت الاعداد تزيد والوفيات تزيد والمستشفيات تتملي، والوضع اللي حصل عندنا في الموجه الاولى في كورونا، وخصوصا بعد عيد الفطر مش عيد الاضحى اللي فات، الموجه اللي حصلت بعد عيد الفطر اللي برضو احنا عملنا سلوكيات غلط كتير، فالاعداد زادت جدا في مصر بعد عيد الفطر اللي هو بعد رمضان مباشره. حلو، وخلاص حصل اللي حصل واستحملنا اللي استحملناه وعي اللي عي، وطبعا ربنا يرحم من توفى.
والدنيا ابتدت تهدى عندنا، وهي بتهدى عندنا فوجئنا خلاص بقى التمرين شفناه ان الناس هناك اتضربت وحصل كذا كذا، وبعدين جالنا فوجئنا ان في موجة تانية قامت ضربة نفس الدول، نفس الدول اللي اتضربت قبلنا في المرحلة الاولى في الموجة الاولى، اسبانيا وايطاليا وامريكا ومش عارف ايه وبتاع وايران والدول، والاعداد فيهم دلوقتي طالعة، حتى اشقائنا في المملكة العربية السعودية الاعداد عندهم كتيرة جدا. حصل الكلام ده على مدار الاسبوعين اللي فاتوا، وما احنا ناخد بالنا بقى نتعظ نقول لك يا نهار اسود خلاص بقى اتعلمنا، ده قال لك اللي اتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي، احنا اتلسعنا من الزبادي ومش راضيين ننفخ، يعني اتلسعنا مش من الشوربه، اتلسعنا من الزبادي السائع. تاني مره اهو عشان البي، قال لك تاني مره عشان البي يمكن يتعلم، وما بيتعلمش. الموجه حصلت من اسبوعين في الدول التانيه، واحنا هنا كلنا كنا في الساحل الشمالي، كلكم يعني بمعنى كلكم، انا عشان ما رحتش كلكم كنتوا في الساحل الشمالي وكلكم في الشواطئ وكله ملزق وكله مش سايب المسافات الامنه وكله مش لابس الكمامات، وش اللي بيشرب مطرح ازايز بعض ومطرح كوبايات بعض ومطرح مش عارف ايه بعض، ورحله. وانا عرضت لكم الفيديو بتاع احد الشواطئ الخاصه الاسبوع اللي فات في مارينا، ده لدرجه ان هم عاملين الحمامات اللي هي البانيو بتاع الرغاوي ده والناس جواه مع بعض، يعني ده مش كورونا، ده عيد ميلاد كورونا، عاملين عيد ميلاد لكورونا في البتاع ده في المسبح بتاع الفوم ده. وايه المطلوب بقى بعد كده؟ ان كورونا تمشي؟ ده بامره ايه يعني؟ هتسيبنا وتمشي بامره ايه؟ ده تقول لك ده انتوا احلى مضيفين، عاملين احلى استقبال ليا. فانا بحذر اهو، محدش يقول لي يا تامر انت منفعل ليه، علشان دي صحتها، يعني اذا كنتش هخاف على صحتي وصحتكوا في ايه اكتر من كده يتخاف عليه؟ فلوس ولا مش تغور الفلوس في مقابل صحتنا انا وانت وابني وابنك؟ رقدة حد فينا على السرير تسوى فلوس الدنيا وما فيها. فانا ارجوكم شويه احتياط، شويه ما بقولكوش نرجع الاول ومش عارف ايه ونقعد في البيت وبتاع، لا قدر الله. وعلى فكره وزاره الصحه قالت كده النهارده، وزاره الصحه قالت احنا عاملين حسابنا انه لو الاعداد زادت واتضربنا بموجه تانية قاسيه من كورونا المستشفيات جاهزة والعزل جاهز ومش عارف ايه، ومجلس الوزراء جاهز يعمل حظر ويعمل عزل ويعمل، ما في النهاية ما فيش عندنا غير صحتنا اللي هنحميها هنحميها. فليه عايزين ترجعونا للايام السوداء اللي كانت بتاعت ان احنا محبوسين في البيت؟ ما بقليل من الاحتياط وبقليل من الحذر تعدي الموجة التانية والتالتة ويكون اللقاح ولا المصل طلعوا ونخلص. وانا قلت لكم كلمة بعيدها للمرة السابعة، مفيش خلاص من كورونا الا باللقاح، مفيش انتهاء للكمامة ولا الحذر ولا الاحتياط ولا كذا كذا الا لما وزارة الصحة تطلع تقول يا جماعة مبروك اللقاح موجود في مستشفى الفلانية روحوا تلقحوه. وانا بقولها باللغة العامية بالعربية الفصحى عشان ما يبقاش كلام، مش هقول لكم تلقحوه، روحوا تلقحوه، يعني كل واحد يروح ياخد اللقاح اللي هو المصل الذي يقيك شر الاصابة بفيروس كورونا. لحد ما اللحظة دي نسمعها بودننا كورونا خطيرة وكورونا مميتة وتمثل تهديد لصحتنا وحياتنا وأولادنا. هنفوق ولا مش هنفوق؟ هنصحى قبل فوات الأوان ولا هنقول يا ريت اللي جرى مكان؟ نقي واختار يا عبد الستار. تاريخ خلايا الأنف التي تساعدنا في الكشف عن الروائح هي المدخل الرئيسي لفيروس كورونا، هذا ما كشفت عنه دراسة جديدة لسبب فقدان بعض مرضى فيروس كورونا لحاسة الشم، حيث أن جزء الخلايا التي يلتصق بها الفيروس ويصيبها ينتشر بنسبة تصل إلى 700 مرة في بطانة الجزء العلوي من الأنف مقارنة ببطانة بقية الأنف أو القصبة الهوائية. ووفقا لجريدة داليمال، تلعب هذه الخلايا الداعمة دورا حيويا في وظيفة خلايا استشعار الرائحة وتطورها، وقد تتضرر عندما يهاجمها العامل الممرض. وبدأ عمال الرعاية الصحية في لفت الانتباه إلى العديد من الأعراض الجديدة مثل فقدان حاسة التذوق والشم في مارس الماضي. بالنسبة للدراسة التي نشرت في المجلة الأوروبية للجهاز التنفسي، نظر الفريق في عينات أنسجة أنف من 19 رجلا وامرأة بالغين مصابين بالتهاب الجيوب المزمن، وهو التهاب في أنسجة الأنف، كما قاموا بفحص عينات أنسجة
القصبة الهوائية من 7 أشخاص خضعوا لعملية جراحية لتضييق غير طبيعي في القصبة الهوائية. لم يتم فحص الأطفال لأن لديهم مستويات منخفضة من ACE2 في الخلايا المبطنة لأنوفهم، وبحث العلماء على وجه التحديد عن مستقبل الإنزيم 2 المحول للأنجيوتنسين ACE2، وهو المستقبل الذي يستخدمه الفيروس لدخول الخلايا البشرية وإصابتها. وجدوا مستويات عالية من ACE2 بين الخلايا الأنفية في منطقة تسمى الظهارة العصبية الشمية، حيث توجد الخلايا العصبية المستشعرة لرائحة. الخلايا في الظهارة العصبية الشمية لديها ما بين 200 مرة و 700 مرة أكثر من مستقبلات ACE2 مقارنة بالعينات الأخرى من الأنف والقصبة الهوائية، نظرا لأن خلايا استشعار الرائحة تحتوي على أعلى مستويات إنزيم ACE2. ويعتقد أن هذا هو سبب فقدان بعض مرضى COVID-19 لحاسة الشم، فعامة الناس لا يحتاجون فقط إلى ارتداء الأقنعة ولكن ارتدائها بشكل صحيح بحيث تغطي الأنف والفم للوقاية من الفيروس. ومن ناحية أخرى، كشفت وزارة الصحة والسكان في مصر عن بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الصيني الخاص بالوقاية من فيروس كورونا، ومن المقرر أن تستمر مبدئيا طوال شهر سبتمبر، وستجرى على 15,000 شخص للتأكد من فاعليته. وفي حال نجاح اللقاح وثبوت فاعليته، سيتم البدء في وضع السبل والطرق المتعلقة بتوفير اللقاح للمواطنين، سواء باستيراده من الخارج أو بنقل التكنولوجيا والتصنيع محليا لتصبح مصر مركزا إفريقيا لتوفير اللقاح. وأكدت الدكتورة هالة زايد أن حدوث موجة ثانية يرتبط بالضرورة بشعور زائف بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى، وبالتالي يدفعهم إلى التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي، وأنه من المتوقع الوصول لصفر إصابات في الحالات الشديدة منتصف شهر سبتمبر المقبل. إسراء سعد، آخر النهار. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. لو حضراتكم تابعتوا معانا حلقة امبارح، كان معانا لقاء مطول بالصوت والصورة عبر تقنية زوم مع السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية. امبارح كنا بنتكلم عن فكرة الوعي بالبيئة، وبنتكلم عن إدارة المخلفات، وازاي فكرة تدوير القمامة علشان يطلع مدخل كبير يضاف إلى الاقتصاد المصري والإنتاج المصري. في نهاية الحوار واحنا بنتكلم على ضرورة ان احنا نزرع الوعي بالبيئة وفكرة البيئة جوه أطفالنا الصغيرين، متساقا مع المبدأ اللي بيقول التربية في الصغر زي النقش على الحجر، الحاجات اللي انت بتنقشها على الحجر كده تفضل ثابته طول العمر، وكذلك الحاجات اللي انت بتعلمها لأولاد هم صغيرين، لأن احنا لما بنكبر خلاص صعب العلام. فمعالي الوزيرة قالت لي ان هم عملوا مبادرة مع مجموعة من الأطفال وحاولت تطلع من جوه الأطفال فهمهم ووعيهم بالبيئة من خلال بعض الرسومات وبعض الأعمال الفنية، فطلعت أعمال رائعة. فأنا طلبت من الوزيرة امبارح إنها متكرمة تبعت لنا مجموعة من الأعمال دي عشان نعرضها على حضراتكم، عشان نشوف أولا قد إيه مجموعة من أطفالنا الصغيرين عندهم هذه المهارة والموهبة الجميلة في الصغر، رقم اتنين عندهم هذا الفهم لفكرة البيئة ومفردات البيئة اللي هي عبارة عن الهواء والخضرة والمية والشجر وكل عنصر موجود في حياتنا، هو ده البيئة اللي يجب نحافظ عليها عشان البيئة تحافظ علينا احنا كمان كبشر وكإنسان. وصدقت الوزيرة وبعتت لنا مجموعة من النماذج اللي انا هعرضها لحضراتكم دلوقتي سريعا كده عشان تشوفوا قد ايه الحاجات البسيطة ممكن تديك مؤشر انت ماشي صح وتكمل وتستمر فيها. ادي واحد من الاعمال الفنية لبنوتة اسمها ايه؟ امينة عاشور محمد ابراهيم في مدرسة ام مشاق الاعدادية. من بعض المفردات عملت شكل. ادي واحدة تانية في محافظة الاسكندرية، بنوتة اسمها فاطمة خميس لطفي مدرسة عمر لطفي الابتدائية. دي لوحة عملها من القماش والكرتون والخرز، اي انها مفردات البيئة اللي كان مفروض انها تترمي في المهملات والمخلفات تحولت الى عمل فني ولوحة ابداعية جميلة. من محافظة الجيزة، برواز من الفويل والقماش، البنوتة اسمها مروة وليد مدرسة عثمان احمد عثمان بنات، حاجة جميلة جدا. محافظة اسكندرية، وفاء علاء احمد مدرسة فوزي معاذ الاعدادية بنات،
من بعض الأقلام بتاعت الألوان الفارغة وعلبة البلاستيك عملت شكل جميل، قطعة ديكور ممكن تتحط في المنزل أو في أوضتها بدل ما البلاستيك والأقلام دي كان مصيرها هيبقى الزبالة أو سلة المهملات. محافظة البحر الأحمر، بنوتة اسمها ندى أسعد حسن السيد، مدرسة الميناء الإعدادية المشتركة، عملت لوحة من الكرتون والخيش وأعواد الخشب، برضو كان مصيرهم سلة المهملات. من محافظة الإسماعيلية، أسماء عاشور محمد إبراهيم، مدرسة أم مشاق الإعدادية، برواز من الفوم الملون والكرتون والخرز، عملت منه خمسة وخمسة حلوة كده في وش العدو ولوحة جميلة. محافظة اسكندرية، يمنى خالد محمد، مدرسة عرفات، بعض المخلفات العضوية وقشر عين الجمل والبندق وعجينة الورق. والله برافو عليك يا يمنى، شغل عالي بصراحة، تسلم ايدك. فاطمة وليد حمدي أمين، مدرسة مجمع الشهداء الرسمية، لغات بنين. بنين؟ بنين ازاي وفاطمة؟ مش عارف بس ماشي. محافظة اسكندرية وعاملة مجسم من الكرتون حلو. اللي بعده، محافظة اسكندرية، رودينا هشام سعيد محمد، مدرسة كلية البنات القومية، عاملة من لوحة عن أنواع التلوث وأثر ده على البيئة، فواضح إنها فاهمة يعني إيه تلوث وفاهمة يعني إيه البيئة بتعاني من هذا التلوث اللي إحنا السبب فيه. اللي بعده، مجسم عروسة من الزجاج والخيوط والألوان، الطالبة فاطمة عيد محمد محمود، مدرسة المصرية الإعدادية بنات. محافظة اسكندرية، سلمى طارق عيد محمود، مدرسة احمد بدوي بنات، عاملة حاجة حلوة قوي بجد، يعني دي تتحط في الديكور في البيت على ترابيزة السفرة في الليفينج في اي حتة بشكل حلو جدا وتبقى حاجة راقية، يعني ممكن حضرتك كنت تروح تدفع فيه فلوس قد كده من اي محل من محلات الديكورات اللي بتخرب بيتنا فلوس. ومحافظة الجيزة دي اخر واحدة، محافظة الجيزة، البنوتة اسمها مارتينا انور فهمي، مدرسة المصرية الاعدادية بنات، عاملة مقشة مزينة بالالوان وبعض الاكسسوارات القديمة وبعض الحاجات اللي كانت مرمية في البيت، عملت منها مقشة ديكور لطيفة جدا جدا جدا. في هنا ملاحظتين مهمين جدا في اللي احنا شفناه. واحد، انه مش حاجة والسلام، مش مجرد ان انا بجمعهم واعمل بيهم، لا، في فن، في 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 حاجة فيها مهارة وفيها موهبة وفيها جمال. اي حاجة من انا عرضتها لكم دي انا شخصيا، لو بس معالي الوزيرة تسمح ان انا اخدهم، انا شخصيا احطهم في البيت عندي وابقى سعيد، حطهم حاجات تنفع في الريسبشن وحاجات تنفع في السفرة وحاجات تنفع في قط البنات، فانا سعيد جدا. ولو الحاجات دي بتشترى ياريت والله يعني، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، نعمل دعوة للبنات كلهم والولاد كلهم في المدارس انهم يعملوا الحاجات دي ونعمل معرض والناس تشتري، ايه المشكلة طالما الحاجات حلوة وفيها ابداع والولاد يحس ان ابداعه ده الناس قدرته، حتى لو بخمسين جنيه عشرين جنيه تلاتين جنيه مية جنيه، في حد ذاته ده هيبقى مشجع جدا. ومين عالم واحد من دول ممكن يبقى فنان عظيم جدا جدا في الرسم او في النحت او في التماثيل او او او. الملاحظة التانية، ودي لازم ناخد بالنا منها، كل النماذج بمعنى كل النماذج اللي انا عرضتكم، مثلا عرضنا حوالي عشرة تقريبا، كلهم بنات، مفيش ولد دخل في الموضوع. فانا مش عارف الحقيقه، ويا ريت وزاره البيئه تبقى ترد علينا، هل هم كانوا عاملين المسابقه دي او المبادره دي بين بنات المدارس بس، ولا كانوا عاملين الدعوه مفتوحه فالبنات بس هي اللي عملت؟ فواضح واضح انه اللي فاهمين بالبيئه هم البنات، واللي خايفين على البيئه هم البنات، واللي بيعملوا حاجات من مخلفات وبتاعه البيئه هم البنات. هتسالوني بقى مين اللي بيدمر البيئه؟ هم الولاد، هم بقى اللي بيسجروا وبيشيشوا وبتاعوا وبتاع، هم اللي دمروا البيئه والبنات يلموا من وراهم وينظفوا البيئه وفاهمين. ايا كان، في النهايه مبادره حلوه، يا ريت تعم وتنتشر. بمناسبه الاطفال، وارجو ان حضراتكم تركزوا معايا كام دقيقه كده عشان احنا هنتكلم في ملف، ازعم ان واحد من اهم الملفات المنسيه في المجتمع المصري. المنسية، ايه هو الملف؟ هو ملف الاطفال. هتقولوا لي يا تامر هو ملف الاطفال منسي؟ هقول لكم بشكل كبير من وجهة نظري وانا هسألكم سؤال بسيط، حاولوا تجاوبوني عليه. وانا هنا بكلم المشاهدين الكرام والمواطنين والشعب المصري، وبكلم كل صانع قرار في البلد،
وبكلم كل صانع ابداع ومؤثر زي اعلامي زي او صحفي او منتج سينمائي او منتج درامي او مخرج او ممثل او سيناريست او 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 كلنا مسؤولون لا استثني احدا. سؤالي ببساطة هو مين بيربي اطفالنا؟ هتقولوا لي الام والاب. هقول لك الام والاب ده جزء من التربية رغم انه دلوقتي بشغل الحياة والام بتشتغل زي الاب والاب بيشتغل ثلاث ورديات والام بتشتغل كمان شغلانتين وبتاع عشان اكل العيش والحياة صعبة وانا مدرك ده. فبالتالي الطفل متساب فترة طويلة الاسر الميسورة في ايد المربية والاسر غير الميسورة الطفل متساب مع نفسه. يبقى اللي بيربيه حاجتين، يا اما التلفزيون اللي هو قاعد بيتفرج عليه 24 ساعة يا اما الجهاز ده للي عنده الجهاز ده للي قادر يجيب لابنه الجهاز الموبايل ده او اللابتوب او بتاع ده اللي قاعد عليه 24 ساعة يا اما قاعد قدام التلفزيون 24 ساعة. صح؟ صح. انا ما بسألكو في ايه في الجهاز ده او في ايه في التلفزيون موجه للطفل معمول للطفل بيربي الطفل بينشأ الطفل تربية سليمة بيزرع جوه الطفل المصري القيم والمبادئ والاخلاق والاعراف والتقاليد والحاجات الحلوة الكتير اللي احنا تربينا عليها واحنا صغيرين. للأسف الشديد للأسف الشديد وانا بقول هذا الكلام وانا حزين في اللحظة اللي انا بكلمكم فيها دلوقتي مفيش حاجة بتتعمل للطفل المصري لا اعلاميا ولا دراميا ولا كرتونيا ولا اذاعيا ولا سينمائيا. تخيلوا تخيلوا معايا. انا عايز حد دلوقتي يفتح ارسال اي قناة خلقها ربنا اي قناة سواء القنوات الخاصة او القنوات المش خاصة او الاذاعات او 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 وشاورولي على برنامج للطفل للطفل اللي هو 3 سنين و 4 سنين و 5 سنين وبتاع ان ده برنامج معمول للطفل بتاع ايه والحاجات الحلوه والاساسيات والاخلاقيات وصح كده ومش صح كده وده عيب وده مش عيب والمفروض نعمل كده وما نعملش كده واغسل ايدك قبل الاكل مش عارف ايه ووقف لما تش حد كبير وما تبوقش الحاجات اللي احنا اتربينا عليها ولسه بنتعامل بيها لحد النهارده لانها اتزرعت فينا واحنا صغيرين. انا شخصيا وانا صغير كنت بتفرج على برنامج اسمه سينما الاطفال. وانا صغير كنت بتفرج على برنامج اسمه ماما نجوى. ماما نجوى وفضلت اتفرج عليه حتى وانا كبير. كنت اتفرج على برنامج تاني اسمه كان ماما سامية كان اسمها تقريبا مدام سامية شرابي لو انا فاكر صح. وكان في برنامج تاني بتاع ماما عفاف اسمها عفاف الهلاوي استاذة كبيرة برضو اسمها عفاف الهلاوي. البرامج دي كلها كانت موجودة وقت ما كان عندنا قناتين تلفزيون بس كان عندنا الاولى والتانية بس لا في فضائيات ولا نايل سات ولا فضائية مصرية ولا اقمار صناعية ولا الهوى كان في قناتين وانا عددت لكم دلوقتي خمس ست برامج. وكان في برنامج تاني اسمه مسرح التلفزيون كان حاجة حلوة جدا بيعمل مسرح كل جمعة مسرحية للأطفال من العرايس أو من الكرتون أو 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 فأنا بكلمكم كان عندنا قناتين بس وكان كل هذا الإنتاج البرامجي مخصص للأطفال. ليه؟ لأن احنا عارفين أهمية توعية وتنشئة وتربية الأطفال. وكان عندنا زمان بوجي وطمطم وكان عندنا زمان قوي في الإذاعة بابا شارو وبابا ماجد ثم بعد كده حتى وقت ما كنا بنعمل الفوازير اللي هي كانت السمة الرئيسية لرمضان كان بيتعمل فوازير للكبار وكان بيتعمل في وقتها فوازير للصغار اللي هي كانت بتاعة الله يرحمه ويحسن إليه النجم الكبير فؤاد المهندس اللي هي فوازير عمه فؤاد واتعملت سلسلة على عبر مواسم سنوات كده عمه فؤاد رايح يصطاد عمه فؤاد في المكتبة عمه فؤاد مش عارف ايه عمه فؤاد ايه كذا كذا ست سبع سنين. ففي جيل كامل اتربى على القيم اللي بيزرعها في فؤاد المهندس عمه فؤاد ده من فوازير رمضان كل سنة. ومؤخرا خالص عملنا بكار مش فاكر بقى من كام سنة عملنا بكار وانا ازعم ان بكار ده كان اخر حاجة اتعملت مش عارف في حاجة اتعملت ولا عشان برضو مبقاش يعني مش صادق قوي في التقييم بس انا اللي فاكره ان اخر حاجه مشهوره اتعملت كانت بكار وده من كام سنه. مفيش حاجه خالص دلوقتي مفيش سينما بتتعمل فيلم يتعمل للاطفال ممكن يبقى نجومه كبار بس الكونتنت المحتوى موجه للاطفال عشان يتعلموا ويتربوا ويشوفوا القيم.
فين الكرتون دلوقتي في ظل الامكانيات الحديثه اللي موجوده دلوقتي وايزي مش عارف فيرتشوال ايه و3 دي وبتاع وكل التكنولوجيا الحديثه دي؟ لحد النهارده في 2020 احنا في مصر مش عارفين نعمل فيلم كرتون للاطفال، مش عارفين نعمل نموذج زي بكار ولا بوجي وطمطم وبتاع، بس حاجه حديثه كده يجتمع الاطفال المصريين حواليها. احنا ليه مصرين ان احنا نسيب ولادنا اسرى يعني جمع اسير للغزو الخارجي، بيتفرجوا على النماذج الغربية اللي كلها ضرب وعنف ورصاص وقتل وتقاليد وقيم مش بتاعتنا، فبيتربوا متخوجنين. انا دلوقتي لو حضرتك قاعد وسايب ابنك الست سنين او خمس سنين في البيت وبتقول له هفتح لك التلفزيون تتفرج، انا بزممك اهو، هتفرجوا على ايه؟ اتفرجوا على فيلم ابيض واسود من زمان الوان عادي بتاع فاتن حمامه وبتاع، اكيد هيزهق ومش هيبقى مبسوط. اتفرجوا على فيلم حديث دلوقتي برضه مش بتاعه، هتضطر تجيب له حاجه من دي، يا اما ام بي سي 3 ودي مش مصريه ومش بتاعتنا مع كامل الاحترام للقائمين عليها طبعا وبحترمهم وبرافو عليهم انهم عاملين قناه للاطفال، يا اما هتجيب لهم بقى قناه اجنبيه اللي هي مش عارف سبيس تون وبراتون ومش عارف ايه والحاجات الاجنبيه اللي انت مش عارف محتواها هيعمل ايه في دماغ ابنك. لكن لو دورت له على حاجه مصريه مش هتلاقي، وهي دي المشكلة اللي أنا بأثرها هنا. عشان كده أنا بعمل نداء عام من برنامجي هنا لكل الناس، سواء المشاهدين أو القائمين أو المنتجين أو صناع الدراما أو صناع السينما أو اللي بيشتغلوا في الجرافيك أو اللي بيشتغلوا في الكرتون، أي حد يهمه الأمر ويستجيب ويبقى في إيده حاجة يعملها من اللي أنا بقولها دي، أرجوكم ما تأخروش ثانية. عندنا اجيال بتضيع مننا بسبب ان احنا ما بنربيهمش، احنا سايبينهم للحياه تربيهم، سايبينهم للغزو الثقافي الاجنبي هو اللي يربيهم. طب ما احنا اللي نربيهم وباشياء بسيطه جدا 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 جدا. ومحدش يقول لي اصل احنا كمنتجين او صناع برامج او صناع دراما او قائمين على الاعلام او قائمين على الدراما والسينما وبتاع مش هنعمل الحاجات دي عشان ما بتجيبش فلوس. احنا بنعمل مسلسلات بتاعت محمد رمضان وبتاعت احمد عز وبتاعت كرارة وبتاع في كده عشان بتجيب لنا عائد، ماشي على عيني وراسي. في حاجات اعملها عشان تجيب فلوس، وفي حاجات اعملها عشان تجيب قيم، وفي حاجات اعملها كدوري كدولة عشان اربي النشأ حتى لو ما جاليش عائد، لان العائد بتاع اجيال مصرية متربية وطنية عندها قيم واخلاق ده عائد اكبر بكتير من شوية فلوس تروح وتيجي. أرجوكم فكروا في اللي أنا بقوله ده، وشوفوا نعمل إزاي مجلس أو منظومة أو هيئة أو أي مجموعة تفكر كيفية إعادة تربية أطفالنا من خلال القوى الناعمة، تلفزيون وإذاعة وسينما ودراما، مهم جدا. أنا جمعت لحضراتكم دلوقتي مع زملائي في الإعداد والإنتاج والإخراج في البرنامج تقرير دلوقتي تقريبا مدته 4 دقايق 5 دقايق، بس أرجوكم تابعوه. التقرير ده بيرصد ليكم كل المحاولات اللي اتعملت عبر السنوات الماضية لمخاطبة الطفل، وبنسأل سؤال: أين نحن من هذا الماضي العظيم؟ النجاح للوصول لقلب وعقل الطفل ليس بالأمر السهل، فعادة ما نجد أمثلة لنماذج تعاملت مع الأطفال ونجحت في جذب محبتهم نظرا لعدة عوامل أبرزها امتلاكهم قدر كبير من الذكاء يمكنهم من التعامل مع نفسية الطفل وكسب ثقته. تعالوا نعود للأصل ونرجع لمؤشر آلة الزمن باتجاه الماضي السعيد. كان هناك برامج إذاعية وتلفزيونية احتلت قلوب الأطفال وسكنت وجدانهم، أفادتهم كثيرا قبل أن تكون وسيلة ترفيهية لهم. كان من أبرز هذه البرامج بابا شارو، رائد في مجال برامج الأطفال عبر الإذاعة المصرية. على مر السنين عشنا معه، غنى معه الأطفال، وتوج المشوار بالتكريم في يوم الطبيب المصري. فقد
لقد كان ملهما وقائدا لجيل بأكمله من المذيعين والمذيعات. بدأ محمد محمود شعبان وهو الاسم الحقيقي لبابا شارو في تقديم برامج الأطفال عام 1940، ومن خلال برنامجه استطاع تقديم عدد من الفنانين أبرزهم السندريلا سعاد حسني. معايا النهاردة في الاستوديو أطفال 6 من المغنيين الصغيرين النونو خالص خالص. احنا كل مرة بنسمع واحد او واحدة، النهاردة هنسمع 6 ويقدموا نفسهم. اسمعوهم كده. انا فاس اخت القمر بين العباد حسن اشتهر. ماما نجوى نجحت في تقديم تجربة ناجحة جدا من خلال برنامجها عصافير الجنة، والتي ظهرت من خلاله بشخصية بؤلز التي قدمها الفنان الراحل سيد عزمي، ولكنها توقفت عن تجربة تقديم برامج الأطفال في نهاية التسعينيات. مساء الخير. مساء الخير. بقول لحضرتك يا ماما نجوى. مساء الخير تاني يا بؤلز. تعال شوي. نعم. مساء النور. الإعلامية سمية شرابي هي واحدة من أشهر المذيعات التي قدمنا برامج الأطفال وتألقنا فيها من خلال برنامجها الشهير عروستي، وقيمة البرنامج الأساسية تمثلت في مخاطبة عقل الطفل بعدة أسئلة وفوازير يحاول الطفل الوصول لحلها، وفي النهاية يحصل الفائز على هدية يختارها. في سورة في القرآن الكريم باسمه. فيه سورة في القرآن الكريم باسم نوع الفاكهة ده. مين بقى عارف الحل؟ ذلك الصوت الطفولي الذي يحمله أثير الإذاعة يوميا مع دقات الساعة 9 صباحا، كفيلا بالتفاف الجميع حول المذيعة استعدادا لحكاية مختلفة ترويها أبلة فضيلة. حبيب الحلوين، وكان يا مكان، يا سعد يا إكرام، ولا يحلى الحديث والكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان برنامج بوجي وطمطم من أشهر برامج الأطفال التي يتم عرضها في رمضان. بدأ عرض حلقات جزءه الأول في شهر رمضان عام 1983، واستمر عرضه لسنوات حتى أواخر الثمانينيات. سيبها يا بوجي نايمة، ما تصحيها. نعم شاشمة، أنا كل ده نوم، ده يبقى نومها تقيل قوي، أو يمكن مش في الأوضة. مش في الأوضة؟ ما هي لو في الأوضة كان فتحت من زمان. كما تعلق الصغار والكبار بشخصية بكار الكرتونية. صور وصور السن وعارف معنى إنه من قلب وروح مصري، والنيل جوا بيسري، تاريخ أرضه بلاده بيجري جوا دمه. وهو الطفل النوبي الذي يعد صاحب مواقف شجاعة وأخلاقية تجعل الآخرين يتعلمون منه، ومن خلاله كان يتم بث أخلاقيات ومواقف لتعليم الأطفال. وكانت شخصيات هذا البرنامج من إبداع المخرجة الراحلة منى أبو النصر، التي استطاعت إنتاج أول كرتون مصري له عدة أجزاء. ما قفلتش الحنفية ليه بعد ما شربت؟ هو نقفلها ليه؟ هي المية هتخلص ولا يعني هتخلص؟ ايوه هتخلص. لا مش هتخلص يا بكار، ما جاتش عليا. كان للفنان الراحل فؤاد المهندس تاريخ طويل بالفوازير وبرامج الاطفال، حيث استطاع ان يقدم برنامج لا ينسى حمل اسم فوازير عم فؤاد، والتي ظهرت في اطار حدوته للصغار والكبار. وحشتوني 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 وحشتوا الليل في موالي، وحشتوا الضحكة في عيوني، وحشتوني 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 وحشتوني. فوازير جدو عبدو والتي قدمها الراحل عبد المنعم مدبولي، وحملت اسم جدو عبدو زارع أرضه، واستطاع من خلالها أن يحقق نجاحا كبيرا ويتعلق بها الكبار والصغار، ليلزمه لقب بابا عبدو طوال حياته الفنية. ايه رأيك يا سنابل؟ في ايه بابا عبدو؟ ايه رأيك أدخل بها مسابقة أجمل زهرة في العالم؟ المسابقة لهاي اللي في هولندا؟ ايه رأيك؟
طب تتصور بقى انك ممكن فعلا تاخد الجايزه الاولى. وبس قول يا رب. يا رب يا بابا. وبعد كل هذا وبعد كل ما قدم للأطفال يطرح سؤال: أين ذهبت برامج الأطفال من الأعمال الفنية الآن؟ وأين الطفل المصري حاليا من الدراما في التلفزيون؟ سؤال ننتظر الإجابة عليها. إسراء سعد، آخر النهار. ميلادي ميلادي، إيه رأيكم بقى في الحفلة دي؟ ايه ايام والله، رجعوني الذكريات حلوه. وانا قاعد بتفرج على التقرير قعدت افتكر وانا عندي 7 سنين و5 سنين و6 سنين و10 سنين، ولحد ما كنت شحط كده ب 13 14 سنه والله كنت بتفرج على الحاجات دي، وكانت طول الوقت مسليه وممتعه لانها محفوره في وجداننا. مين فينا من جيلي والاجيال الاصغر سنه والاكبر شويه لما شاف التقرير دلوقتي ما عادش يقول يا خبر ابيض فاكرين الايام دي وفاكرين 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 لما كانت الدنيا رايقه ومفيش موبايلات ولا انترنت ولا مش عارف ايه ولا فيسبوك ولا كذا، فكان عندنا وقت نقعد مع اهالينا ونقعد مع التلفزيون والبرامج دي ونتربى ونتعلم ونتفاعل وبتاع. ايه الظاهر انه الناس حرمت تعمل برامج اطفال. ما حرمتي يا تمتم؟ لا ما حرمتش، هم اللي حرموا، هم اللي حرموا. الاستاذة والجميلة والصديقة والاخت مش يعني ممكن اقعد امدح فيك البكرة الصبح. يا رب يخليك. كفاية ان انا اقول عليك النجمة هلا فاخر. يا رب يخليك يا استاذ كامل. ميرسي ميرسي خالص. ازيك يا استاذ؟ وشرف ليا والله ان انا يعني اول ما قالوا لي زقطت. يا نهار ابيض والله العظيم اقسم بالله ده شرف ليا. وانت عارفه انت عارفه انا بحبك وبقدرك قد ايه. انا عارفه يا حبيبي، ربنا يخليك ويديك الصحه والعافيه. ربنا يخليك. طبعا مبروك على الانطلاقه الجديده على شاشه النهار والبرنامج الحلو والاطلاله الخاصه والهاله الخاصه اللي انت بتعمليها. بقينا زملاء. ده انا اللي ليا شرف ان انا بقيت زميل. لا يا رب يا انت حضرتك استاذ. ربنا يكرمك، ربنا يعزك يا رب. خلينا بقى في موضوعنا و انت قلبت علينا المواجع. والله يعني يعني انا قاعده عماله دمع يعني مش مصدقه ان الحاجات دي ما بقتش موجوده. هي طبعا حد ممكن يرد علينا دلوقتي يا استاذه يقول لك ما هو برضه خد بالك شغل السبعينات والثمانينات وبتاع بشكله ده وبتاع ما يليقش دلوقتي مع الاطفال بتوع الالفينات. ماشي صحيح. بس كل عصر وله اوان. اكيد طبعا. فاحنا طبعاً عايزين الشكل طبعاً. والاوان بتاع العصر ده اللي يناسب. قولي لي قد ايه الحاجات اللي انت اشتركتي فيها زمان في برامج الاطفال وسينما الاطفال وعرس الاطفال وبيجوا تمتع، قد ايه كانت بتؤثر وقد ايه كنت بتشوفي رد الفعل ده من الاطفال لما يقابلوكي؟ لا هو فعلا كانت بتؤثر في الاطفال جدا وفي تربيه الاطفال زي ما حضرتك بتقول. الاطفال دلوقتي مش يعني مش هقدر اقول مش لاقيين التربيه الصحيحه السليمه. فعلا يعني محدش فاضلهم. صحيح صحيح. كانوا لما يقعدوا قدام بوجي وطمطم مش بنقدم احنا كنصيحه، لا بنقول له مثلا لما بوجي رمى الموز في قشر الموز في الشارع واحد اتزحلق فرجله اتكسرت، مش نصيحه مباشره. لكن الطفل لما بيشوف الحاجات دي بيشوف بوجي بياكل كتير قوي قوي بطنه بتوجعه وبيروح للدكتور وبيرقد وبيتحرم من الاكل شوي، يعني كلها كانت حاجات نصايح بس في اللطافه يعني. صح صح. نصيحه مباشره. وكمان كان الهدف، لان في ناس كتير فاهمه ان احنا كنا بنعمل البرامج والحاجات دي تسليه وترفيه، لا دي كانت تربيه وتعليم وقيم واخلاق كل الاجيال دي ما زالت متمسكه بيها لحد النهارده. بالظبط حضرتك ده. وكانوا اساتذه اللي بيخرجوا اللي بيكتب يعني استاذ محمود رحمي الله يرحمه. طبعا. صلاح جاهين طبعا وابراهيم رجب، يعني بص لا اساتذه فعلا، وكانوا بيعملوا الحكايه بمنتهى الاخلاص ومنتهى الضمير، يعني هم حاسين بيعملوا حاجه كبيره. صحيح صحيح. مش سبوبه مثلا زي لا دلوقتي. ده مع ان هم اساتذه كبار بس هم عارفين طبعا. زي ما حضرتك ان الكتابه للطفل والشغل للطفل ده حاجه كبيره اهم من الحاجات التجاريه اللي ممكن تجيب عائد او ما تجيبش. طبعا بالظبط كده. بس مين بقى اللي يعمل ده دلوقتي؟ للاسف دلوقتي ما هيقول لك يا هلا بس هنعمل حاجه للاطفال. اولا مكلفه دلوقتي، هتبقى مكلفه لان هنعملها طبعا بشكل تاني بالشكل الحديث. بالظبط. طب مين بقى اللي يكلف؟ مين اللي ينتج؟ وبعدين العائد زي ما حضرتك قلت بالظبط. مش هتجيب لهم عائد للاسف. لكن هم طيب بس مش كل حاجه نبص لها بالعائد. ما هو ده مش كل حاجه نبص لها بالعائد المادي، في عائد اللي هو التربيه وان احنا نخلق اجيال
محترمة ومتربية وعارفة القيم والأخلاق بتاعتنا، ده أهم من أي فلوس بتيجي. أكيد، بس إحنا بقى نحاول نحط الحاجات دي في برامج، في 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 مسلسل. صح. يعني نحشر بقى الحاجات دي، يعني نحطها كده بصيغة إنها دراما، يعني في وسط الدراما هنعمل إيه غير كده؟ عندك حق، ولازم تعمل. لا، ولازم يتعمل. أنا في رأيي إن إحنا نفكر إن ممكن نعمل قناة أطفال. ما إحنا دلوقتي عندنا 790 قناة. أيوه. مستخسرين قناة واحدة يبقى فيها إنتاج برامجي وأفلام ومسرح عرايس وبتاع للأطفال. والله أنا متأكد إن مسرحيات. ومسرحيات. أنا فاكرة مسرح التلفزيون زمان لما كان بيعمل مسرحيات للأطفال. أيوه. فأنا رأيي الحقيقة إنه أنت واحدة من أهم اللي اشتغلوا في برامج الأطفال ودراما الأطفال ومسلسلات الأطفال، فأنا عايزك والنبي تضمي صوتك لصوتي وتقودي معايا الحملة إن إحنا نرجع الاهتمام بسينما الأطفال ودراما الأطفال وكرتون الأطفال وبرامج الأطفال في التلفزيون، لأن أولادنا محتاجين اللي يربيهم زي ما حضرتك قلت كده بطريقة غير مباشرة وبالنصيحة وبالمثل وبالقصة وبالحاجات الحلوة اللي كانت بتتعمل. وعندك من 6 سنين ل10 سنين هم دول اللي تقدم لهم الحاجات دي، يعني دي الفترة اللي هم بيجمعوا فيها المعلومات وبيجمعوا فيها، يعني التربية بتحصل من 6 سنين، مش قبل كده، يعني قبل كده يبقوا صغيرين. صح صح. يعني انا افتكر انا ابني حسين وعنده مفيش يعني 5 6 اشهر كنا نحطه في رمضان في المشاية قدام التلفزيون ما ينطقش واحنا بنفطر. صح. عشان نستريح من الدوشة. مظبوط. فكان بيبقوا قاعد مبهور بالالوان والعرايس اللي بتمشي، يعني هو مش فاهم طبعا، بس انا ربطته بالتلفزيون. بالظبط. صح كده. لما يبقى عنده 4 5 سنين بقى يبتدي يفهم، فالرسالة اللي انا هبعتها له هيبقى هو جاهز لاستقبالها. بالظبط كده. صح كده. طبعا سيادة الوزيرة ايناس عبد الدايم ممكن نناشدها برضو، وزارة الثقافة تعمل مسرح للاطفال. صح. ما انا هو الحقيقه الدكتور ايناس عبد الدايم وزيره الثقافه السيده المحترمه والاستاذ اسامه هيكل وزير الاعلام وزير الدوله للاعلام طبعاً. مع مدينه الانتاج الاعلامي مع مخاطبه كل الساده المنتجين وشركات الانتاج انه لازم تتنبهوا ان يبقى في جرعه ولو بسيطه موجهه للطفل علشان الطفل المصري ما يبقاش بيتغذى بس من الغزو الثقافي الاجنبي اللي احنا مش عارفين بيعملوا في ايه في دماغه. يعني حقيقي حقيقي ده صحيح طبعا. استاذ انا بشكرك وبحييكي وبصراحه كنت بتمحك عشان اسمع صوتك. يا رب يخليك ودايما متالقه ومنورانا. تسلمي يا استاذ. شكرا جزيلا. النجمه الكبيره هلا فاخر. شكرا جزيلا لحضرتك. هسمع حضراتكم كمان راي لواحد في رايي من اهم من كتب للاطفال واهم من اعتنى بالاطفال واهم من ساهم في تربيه وتنشئه اجيال واجيال من الاطفال المصريين، الكاتب الكبير الأستاذ يعقوب الشاروني. مساء الخير يا أستاذ يعقوب. أمر، وأنا سعيد أن أشترك معك في برنامج أجر الحياة. أنا السعادة والشرف ليا، وتحياتي لشخصك الكريم. وأولا طمني على صحة حضرتك. الحمد لله كله كويس. الحمد لله يا رب دايما. لماذا توقفت الكتابة للطفل يا أستاذ يعقوب؟ شوف، في اللي انتوا قدمتوه دلوقتي وحديث حضرتك مع الفنانة الكبيرة الأستاذة هالة فاخر قلت شيء مهم جدا. أيوه. انه جبتوا أمثلة، يعني لما جبتوا مثال بكار او بوجي وطمطم مثلا، يعني أيوه. ده كان كل برنامج من دول كان في استوديو بيشتغل فيه عدد كبير جدا. انا زرت هذه الاستوديوهات. تمام. عدد كبير بيشتغل بصفة مستمرة في إنتاج هذه البرامج. صح. أنا كنت أعرف بالنسبة للبكار كانت التلفزيون بيدفع مقدما 50,000 جنيه عن كل حلقة قبل ما يبتدوا في إنتاجها. يعني كان في نوع من التمويل. صح. الدائم والمستمر. وخمسين ألف جنيه وقتها ده كان مبلغ. أول مثل. أول طبعا. مثل. كانت دايما عندنا مسلسلات أطفال بينتجها صوت القاهرة. وكان العالم العربي كله بيشتريها. أين ذهبت مسلسلات الأطفال؟ صحيح. انا عاوز اقول احنا مش هنبتدع العجلة من الاول زي ما بيقولوا. تمام. لا، احنا كان عندنا برنامج نشيط جدا اسمه قسم خاص بيعمل مسلسلات الأطفال. وانا رأيي ان دي من انجح المسلسل ده في العالم كله. النهاردة بيتكلموا عن مسلسلات التلفزيون انها من اهم وسائل تنمية السلوك والاتجاهات عند المشاهدين. صحيح. كبار وأطفال النهارده بقى، يعني بقى المسلسل ده الناس عايشه معاه وبقوا يتعلموا منه حاجات كتير سواء صح او غلط. طب لماذا توقف، يعني لتكن هناك مشاكل مع صوت القاهره؟ لماذا لا ننشئ هذه الوحدات التي قامت بهذا الدور الكبير جدا
في تاريخ التلفزيون. مظبوط. حضرتك واستاذه هاله اتكلمتوا على وزاره الثقافه وعلى الادوار الكبيره جدا اللي بتقوم بيها الاستاذه الفنانه القديره ايناس عبد الدايم. طب نسال، كنا بنعمل معرض دولي كل سنه لكتب الاطفال. كنا بنعمل كل سنه مهرجان لسينما الاطفال. انا بتكلم على الحاجات دي انا اشتركت فيها. لا لا طبعا، وكلنا عشناها. كلنا عشناها فعلا، علمت اجيال كثيره جدا ما هي. انا كنت ناسي صحيح مهرجان سينما الاطفال ده كان مهم جدا. يعني انا عاوز اقول ان في بوتقه بتتعمل وفي جوه هذه البوتقه بيتصهر كل من يعمل في السينما، كل من يعمل في كل من يعمل في كتب الاطفال. مزبوط. انا عاوز اقول مثلا قائم يمكن ما تعرفوش عنه كتير في الاداره العامه للمكتبات في التربيه والتعليم. هذه الإدارة بيتبعها مكتبة في كل مدرسة، بتعمل كل سنة مسابقات متعددة للأطفال، لكل يعني مسابقات لكل المراحل. ومن ضمنها مسابقة مشهورة جدا اسمها مسابقة الفاروق للقصة القصيرة، النهاردة كملت حوالي 20 سنة. أنا بحضر مع التصفية النهائية، التصفيات النهائية مع الأولاد، والعشرين وفائز بيطلع لهم كتاب سنوي. ثم ماذا بعد؟ يعني احنا اكتشفنا الموهوب وطبعنا شغلهم في كتب، اين هي الجهات او الهيئات التي تهتم بهؤلاء الموهوبين؟ انا عاوز اقول حاجه مهمه قبل ما نكمل. اتفضل. مجلس الشعب في الاول امبارح اقر قانون اسمه قانون جائزه الدوله للمبدع الصغير. صح. لمن يقل سنهم عن 18 سنه. معنى كده ان الدوله حطت ايدها اهي وعطت 200 ألف جنيه كل سنة لجوائز بادرة جيدة جدا للمبدعين الصغار. ده الحقيقة هدفه ان احنا نبحث عن هؤلاء المبدعين في كل مكان. هذه بقت في جوائز وبقى في سيستم، بقى في نظام بيبحث. صح. زي ما عملنا في الرياضة. بس المبدعين الصغار دول يا استاذ عقوب لازم يبقى في نافذة لطرح شغلهم وقدوة وتشجيع وحاجات أعمال يشتركوا فيها ويشتغلوا فيها ويجربوا فيها علشان ما يبقاش سقفهم دايما محدود. أنا عاوز أقول لحضرتك النهاردة احنا عاملين معهد الباليه بيبحثوا عن الموهوبين في الباليه وبيدربوهم منذ الطفولة. عندنا معاهد الموسيقى المتعددة من بعد الإعدادية. تمام. بس خد بال حضرتك، هذه المراكز، هذه المعاهد العليا قاصرة على القاهرة. لماذا لا توجد مدرسة متفوقة في المحافظات ولا التعليم، مدرسة متفوقة في الكورة مثلا في كل محافظة؟ لماذا لا ننشئ مدرسة فيها قسم خاص للمتفوقين في الموسيقى أو الباليه؟ يعني صحيح. احنا مش هننشئ مدارس لأن دي مسائل تكلفة كبيرة، إنما احنا عاوزين المدارس القائمة زي ما بنعمل بها فرق كورة ومدربين وكده. تمام. هنعمل فيها قسم للموهوبين في الموسيقى، نجمع من مدارس المحافظة كلها الموهوبين في الموسيقى في مدرسة أو مدرستين أو ثلاثة، كذلك في الباليه. يعني دي مسائل النهاردة بقت مسألة زي ما بقول نعملها بشكل مؤسسي. احنا بنتكلم مثلا عن الرسم وانتاج الولاد في الرسم، بنعمل مسابقات وعندنا في المركز القومي لثقافة الطفل يا استاذ يعقوب المسابقات دي يا استاذ يعقوب استاذ يعقوب ممتاز اللي حضرتك بتقوله ده، ان انت تعمل مسابقات وان انت تكتشف بعض الموهوبين هنا او هناك. هتعمل بيهم ايه؟ فين الطريق اللي هيمشوا فيه؟ فين النافذه اللي هيطلعوا ابداعاتهم فيها؟ فين التجارب اللي هيشتغلوا فيها فيلاقوا مسلسل فيبقى في حد منهم بيكتب للمسلسل ده وحد بيصور المسلسل ده وحد بيمثل في المسلسل ده؟ فين الكرتون اللي بيتعمل عشان مش عارف ايه؟ فين المعارض اللي هتتعمل لللوحات بتاعه المبدع الصغير؟ اي ابداع ملوش نافذه ينطلق منها هيظل محبوس. انا عاوز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ. اتفضل يا فندم. اتفضل. تامر هقول لحضرتك حاجه. احنا عندنا كليات لغه عربيه ودار علوم وفي كليه الاداب قسم اللغه الانجليزيه يدرسوا ادب والى اخره. هل يكفي ان انا اكون واخد شهاده؟ انا اقول له تعالى بقى اديك خرجت قسم لغه عربيه او من كليه دار علوم، تعالى اكتب قصه ولا روايه؟ لا طبعا لازم يكون موهوب. فانا رايي زي ما احنا دورنا على الموهوبين اللي اشتركوا معانا في برنامج مسلسلات صوت القاهره، في برنامج عم فؤاد، في برنامج هذه البرامج اللي عاشت معانا سنوات. أيوة. طويله. يعني انا اتذكر استاذ محمد رجائي كان صديق وعزيز، كان بيعيش حياته كلها عشان يعمل هذه البرامج مع الاستاذ فؤاد المهندس. يعني كان في اشخاص موهوبين زي الكاتب المتميز. حضرتك كلمتني بتقول كاتب مهم جدا فلان الفلاني. ما في موهبه، انما هذه الموهبه اتغذت بكثير من التجارب، سافرنا بره وقعدنا مع ناس ورشفوا شغلنا والى اخره. فاحنا عاوزين هذه الخلايا زي ما بقول لازم تكون
اللي ماسكها محب للأطفال وخبير في هذا العمل ومؤمن بأهمية القضية والرسالة. نعم، مؤمن بأهمية القضية والرسالة. أنا بشكرك شكرا جزيلا كاتب الكبير وواحد من أبرز وأهم من كتب أدب الطفل وقصص الطفل أستاذ يعقوب الشاروني، شكرا جزيلا. وهذه ليست هي صفحة النهاية في هذا الملف، دي فقط البداية. احنا لسه بنفتح الملف وبنقول يا هادي، بسم الله الرحمن الرحيم، وحنكمل فيه وحنجيب مبدعين تانيين شاركوا في أدب الطفل وسينما الطفل وبرامج الطفل، وحنجيب كل من ساهم في غرس هذا النموذج الرائع من اهتمامنا بقضية إعلام الطفل وأدب الطفل ودراما الطفل وسينما الطفل، وحنتواصل كمان مع صناع الإنتاج وصناع الدراما وصناع السينما وصناع القنوات اللي موجودين دلوقتي عشان نشوف ايه هي العوائق والتحديات اللي تمنع تقديم إعلام وأدب وسينما ودراما للطفل المصري. الطفل المصري يستحق الاهتمام دراميا وفنيا وبرامجيا أكتر من كده. طيب، النهاردة النيابة العامة أصدرت بيان قالت فيه أنه يتم الآن تعقب دوليا لسبعة من المتهمين بقضية المشهورة إعلاميا باسم فتاة فيرمونت. فيرمونت طبعا هو واحد من فنادق القاهرة، والحقيقة يمكن حضراتكم كتير مش متابعين تفاصيل القصة لأنه القضية تعود إلى سنوات من الوراء، بس إيه اللي صح القضية هذه الأيام؟ هو المجلس القومي للمرأة، وعندما وصلت للمجلس القومي للمرأة شكوى رسمية بالقضية التي تم التحرش بها بالفتاة وهتك عرضها في فندق فيرمونت من قبل سبعة من الأشخاص منذ سنوات، تحرج المجلس القومي للمرأة وبحث هذه الشكوى وقدم بلاغا رسميا إلى السيد النائب العام يطالب فيه بضبط المتهمين بهذه الواقعة. السيد النائب العام ومكتبه والنيابة العامة تفاعلت وأصدرت بيانا تحدثت فيه عن القصة، ودعت مرة أخرى النيابة العامة دعت مرة أخرى كل السيدات وكل الفتيات وكل الآنسات في مصر لعدم السكوت على أي جريمة تحرش أو اغتصاب أو هتك عرض أو 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 تتعرض إليها. هناك الآن قانون سرية المعلومات، وهناك الآن هبة من الدولة بالقانون للحفاظ على أمن وعرض السيدات والنساء والفتيات، فبالتالي لا تستحين يا امرأة من أن تبلغي، افضحي المفضوح، مش انت المفضوحة، افضحي المفضوح. وده نص ومحتوى البيان اللي أصدره النائب العام وأعاد على التأكيد عليه. والسبع متهمين دول جاري ملاحقتهم سواء من هم موجودون داخل حدود جمهورية مصر العربية أو بعضهم كما قالت تحريات وزارة الداخلية قد غادر البلاد، ووضعت أسمائهم الآن على قوائم ترقب الوصول، وجرت مخاطبة البوليس الدولي للقبض عليهم للمثول والعرض أمام الاتهام به القضية أو الاتهامات اللي هي معروضة عليهم. في قصة عملتها أو ضربة أخرى للرقابة الإدارية النهاردة، كان في أيامه دي حاجة حلوة أوي في الرقابة الإدارية بيعملوها، ما بيستنوش ان يبقى في شكوى مباشره او قضيه رشوه مباشره او تلبس او كذا، مجرد ان هم يسمعوا ان في مشكله ما اساسها التلاعب او الغش او النصب او الاحتيال او الاحتكار بيتدخلوا فورا. على مدار كام يوم فاتوا كلنا حتى سمعنا ان في ازمه سجاير في دمياط. ازمه سجاير يعني ايه؟ يعني المواطن نازل كشك السجاير او البقاله والسوبر ماركت يقول له، مع طبعا اعترفنا وايماننا وتاكدنا للمره المليار ان السجائر ضاره جدا بالصحه ويجب الاقلاع عنها وحافظوا على فلوسكم وحافظوا على صحتكم وكذا، لكن في النهايه احنا بنتكلم عن واقعه مش بنتكلم عن قيم دلوقتي. مواطن رايح يقول له لو سمحت عايز علبه سجائر كذا، يقول له مفيش. ليه مفيش؟ يقول له ما عنديش، ما العربيه ما جابتليش. تاني يوم عايز علبه سجائر كذا، مفيش 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 مفيش، ولاقيها في حتت معينه وبعد فتره معينه بس يقول له والله انا عندي علبه سجائر انت بتدور عليها، بس بدل ما هي ب40 جنيه لا ب50 جنيه، بدل ما هي ب30 جنيه لا ب40 جنيه، على حسب طبعا كل نوع وسعره، بدل ما هي ب20 جنيه ب30 جنيه، طب ليه ده سعرها كذا؟ يقول له والله مش عاجبك روح اشتري من حته ثانيه لو لقيت. فبحثت هيئه الرقابه واكتشفت ان القصه فيها احتكار وفيها نوع من انواع تخزين علب وخراطيش السجائر في المخازن لفتره من اجل تعطيش السوق ثم عرضها في السوق السوداء باسعار مبالغ فيها، فنزلت هيئه الرقابه الاداريه وقبضت على المحتكرين وعلى المخزنين وفتحت المخازن وصدرت البضاعه اللي مخزنه وعادت القصه الى طبيعتها واصبحت سجائر موجوده كسلعه موجوده في الاسواق. شكرا جزيلا لهيئه الرقابه الاداريه التي لا تنام.
هنروح لفاصل، بعد الفاصل يبدأ حوارنا والكلام المفيد مع الرجل المفيد الإعلامي الكبير الأستاذ مفيد فوزي. يا مساء الورد على حضراتكم، عدنا بعد الفاصل وعدنا إلى الكبسولة، كبسولة الأربعاء والكلام المفيد الذي يأتينا به دائما أستاذنا والإعلام الكبير والمحاور الأول أستاذ مفيد فوزي. مساء الفل يا ريس. مساء المسؤولية. مساء المسؤولية. أنا لابس الماسك الكمامة لأني حريص إن أنا أقول زي ما أنت انفعلت وقلت، الكورونا لم ترحل ومحدش شافها مروحة، الكورونا تزداد، الإصابات بها، ومن الغفلة إن احنا نقول إن التعافي كتير وهذه الأرقام الأمينة اللي بتطلع على شاشات التلفزيون بتبين إنها في تصاعد، وبالتالي المسؤولية مفتقدة. ليه حضرتك اخترت تحديدا مصطلح المسؤولية؟ لأنه عمر الحكومة ما تبقى بابا وماما وأنور وجدي. وبعدين الدولة أعطت للناس مسؤولية الحفاظ على أرواحهم، وبالتالي هذه المسؤولية تكاد تكون ببساطة شديدة روح المسؤولية يا تامر مفتقدة لدى الناس. في مناقشة سريعة مع الولد بتاع الدليفري وهو طالب جامعي بيشتغل دليفري وبيذاكر، برافو عليه، قلت له ليه لابس مش لابس ماسك؟ انت لازم تبقى لابس ماسك. جايب لك الاكل ومش لابس ماسك. وقلت له انت بتقدم لي اكل وبالتالي لازم تبقى لابس ماسك، وبعدين انت بتقف قدامي صح وبتقول لي الفلوس مطلوب كذا فبدي لك، ليه مش لابس ماسك؟ فقال لي يا بيه ما الحكومه فرجت عننا. حضرتك ليه بتقفلها؟ لا مؤاخذه، لا مؤاخذه يا استاذ مفيد، حضرتك ليه بتقفلها علينا؟ ما الحكومه سابت كل حاجه، فتحت كل حاجه، كل الابواب والنوادي وكل شيء والساحل والمية وكل حاجة. فأنا توقفت قلت له أيوة بس أنت لازم تبقى بتحافظ على نفسك. قال لي على قد ما بنقدر. قلت له أنت بتلبس الكمامة في الشغل؟ قال لي الحقيقة لا، المعلم ما بيلبسهاش. أوف. قلت له ليه؟ قال لي ما عادش يا فندم حد بيلبسك. ثانية واحدة يا ريس، معلم انت كنت طالب لحمة راس؟ لا ما كنت طالب لحمة راس، يا ريت كنت طالب المعلم دي تدينا ان انا كنت طالب من مصمت. لا ابدا، طالب فول. الله. فول مدمس اكل المصريين العظيم. طالب فول؟ امال. يا سلام. يعني يوم جمعة ما فيش شغالة فطلبت قلت انا عاوز اكل فول. حلو. ومن غير سلطات. ايوه فول يعني سادة. فول سادة. وطعمية من غير مس أي حاجة، لا طحينة ولا بحينة ولا أي شيء. فلقيته صدق والله جريت ريقنا. والله أحلى شو أحلى أكلة في الدنيا مهما تقول لي إيه، فول وطعمية. الفول المصرية طبعا، المصرية طبعا، مش عايزة كده. فأنا توقفت وقلت في سري بقى بعد ما مشي، الدولة حملتنا المسؤولية، فهل نحن نملك روح المسؤولية؟ الإجابة لا. والله عند حضرتك حق تماما تماما تماما، بس هي المشكلة برضو علشان نبقى أمناء مع الناس، هي دي طبيعة بشرية يا أستاذ مفيد، إنه الواحد في الأول بيقلق طبيعي، كلنا قلقنا ووصلنا حتى في مرحلة ما إلى درجة الرعب من كورونا، وبعدين لما الأعداد قلت أو ابتدت تقل والحكومة كانت عاملة لو تفتكر حضرتك حظر كامل. نعم. كنا قاعدين في البيت ما بنتحركش. نعم. الحظر ساعاته قلت. نعم. بعدين الحظر اتشال خالص والمطاعم والمش عارف الايه كانت بساعات، ودلوقتي اتفتحت الساعات، الشواطئ والحدائق لدرجة ان حديقة الحيوان في الجيزة اتفتحت من يومين وبقى فيه زوار ليها طبعا.
شواطئ في السواحل وبتاع اتفتحت بنسب نعم الناس بتغلط في النسب يعني، لكن في النهاية نعم. فقال لك طالما هو الراجل على فكرة الدليفري الطيار اللي جالك نعم. هو محق نعم. هو قال طب الحكومة هيبتدت تفتح بالزبط. يبقى معنى كده ان الحياة بترجع نعم. فهو احساسه بالخطر قل ادراكه للخطر. تسمح لي اعدل طبعًا. انعدم مش قل انعدم لا 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 انعدم هي دي المشكلة بقى وكثير من الناس. برافو على حضرتك. طب خليني اقول لك ان هي مش ماشية درجة بدرجة. السواق اللي وصلني محمد بس ما تبلغش عنه بقى يا ريس خلاص ما تبلغش عنه عشان خاطري. حاضر خلاص كان لابس الكمامة صح؟ برافو عليه برافو عليه. فيعني الناس بيبقى عندها روح مسؤولية وناس ما عندهاش ريحة المسؤولية. ريحة المسؤولية تصور انا بقول لك روح المسؤولية برافو وريحة المسؤولية دي مسألة غاية في الخطورة لأنها أبقى أنا متشائم لو أنا قلت لك سوف ترتفع الأرقام إصابات مرة أخرى. والله يعني هو مش تشاؤم لأنه متشائم. الكلام اللي سمعناه النهاردة من وزارة الصحة كلام يدعو للقلق بتقول أنه الأعداد في تزايد وأنه الكلمة اللي احنا بطلنا نسمعها من شهرين أنه احنا بنعد المستشفيات والمستشفيات جاهزة تاني لقدر الله العزل والفرز أنا فاكر الجملة طبعا فمعنى كده أنه تشاؤم حضرتك قد يا نعم. رب طبعا ما يحصلش بس قد يحدث لأنه كلام الوزير أن احنا مستعدين معناها أن احتمالية حدوثه قائمة كن ورئيس الحكومة أي. نبه مظبوط مظبوط ده أنا شفت الرئيس والملك حسين ورئيس وزراء العراق لابسين الماسك في الاجتماعات صحيح صحيح إذا معنى هذا أنه أعلى رأس في الدولة بتدي رسالة ولا وخايفين على نفسهم ومدركين نعم. المسؤولية نعم مظبوط فأنت إزاي تبقى حاسس يعني الوعي بالحياة أيوة تصور بقى أيوة. أن الوعي بالحياة في بعض الأحيان خد بال حضرتك كمان موجود. مشكلة الناس أنه مش عايز أقول أنه بعض الناس عندهم قصور في النظر لقدام ما هو أنت حتى لو أنت شخصياً مش حضرتك طبعا بعد الشهر نعم. لو انت شخصيا اللي انت دلوقتي كبرت دماغك خالص واهملت وزي ما حضرتك استخدمت اللفظ تغافلت عن نعم. الموضوع تماما مبقاش عندك ريحة نعم. الخوف ولا الاهتمام ولا الاجراءات الاحتياط حتى لو انت شخصيا ما اصبتش بس لو عدد الاصابات زاد والحالة رجعت للأسف زي شهرين من فاتوا ما البلد هتتشل تاني نعم وهيبقى في حظر تاني نعم والارزاق هتقف تاني نعم واكل عيشك انت شخصيا هيتاثر تاني سواء كنت رجل نعم. اعمال ولا موظف ولا اجير ولا عامل ولا حتى بتاع الدليفري اللي جالك فانت كمان هتتاثر من المؤكد ان انا حريص في امر كنا طرحناه قبل كده اللي هو الاقتصاد ام الكوليرا اللي كورونا الكورونا اذا معنى هذا ان الدوله ارادت نوع من التوازن مظبوط يعملوه الناس مظبوط احنا اللي بنناقشه على هذه المائدة المحترمة هو فكرة كيف تتوازن ازاي انا تفضل العادات اللي تعلمناها في غسيل اليد بالصابون تفضل العادات اللي فيها انا سمعتك بتقول مين اللي بيشتري دلوقتي كحول الصيدلية كحول الاجابة مفيش انا سألت انا سألت الصيدلية نعم كنت طالب دواء معين كويس قلت له قد ايه قد ايه يا ريم اسم الصيدلانية اللي بييجوا يشتروا الكحول حلو قالت لي من تقريبا من 4-5-6 ايام بقى 1 او 2 قلت لها وكانوا قبل كده قد ايه قالت لي كان بيبقى فيه 40 بني آدم لدرجة ان احنا بقينا نجيب من المخزن ونوزع تمام. لان الناس عايزة أي. قلة ان الناس تقلل جدا من ده خطير في منتهى الخطورة خطير. في منتهى الخطورة مع خطير. حضرتك حق إذن عشان كده انا بقول لحضرتك انه هناك حاجة اسمها روح المسؤولية ينبغي انها تبقى مزروعة في داخلنا يعني اقول ايه اطلب من مين يقول يا جماعة خليكوا منتبهين انه قد يعود المرة اخرى للحظر صحيح لا قدر الله انما روح المسؤولية هو انا وانا لما اخد بالي من حياتي انا اذكر ان قلت لك في مرة انه الناس المستهترين
ينتظرهم عفوا الموت المجدد. وانت انزعجت من العباره. ما الكلام صادم. طبعا لانه شيء قاسي. انما هي المساله فيها. وبعدين انك ما تاخدش بالك من الاولاد اللي بينزلوا بيروحوا ويتحركوا في اي حته وفي اي مكان. وبعدين الزحام بتاع الافراح انا هتجنن. الشواطئ يا ريس. الشواطئ قاعدين ملزقين. قاعدين ملزقين. ويقول لك ايه؟ يقول لك ما هو ده اصله مكان مفتوح. يعني في يا اخي المصريين دول ليهم احيانا بعض اشياء تلبد تلبد زي الاراده. زي الاراده. كان عبد الوهاب زمان يقول لي في ناس عندهم صفة الإرادة. قلت له ازاي يا استاذ عبد الوهاب؟ قال لي تحس انه لاذق فيك، تحس انه مش قادر يخليك تتنفس. يا ساتر. انا بحس ان في ناس مش قادرين يتقبلوا فكرة انه هذا الوباء ساكن عندنا، مع انه ربنا زي ما انا قلت في المقدمه مدينا للمره الثانيه جرس انذار بالدول اللي ضربت الموجه الثانيه شعوبها. الارقام اللي انا شفتها في البار بتاع الاخبار ارقام مهوله مرعبه. الهند صحيح. فانت يعني صحيح انه الله هو الستار ونعم بالله، ولكن لازم يبقى لدينا روح المسؤوليه. طب دي ده الوعي بالحياه بقى. ازاي انت عايز اقول لك على حاجه؟ اتفضل. ايه رايك ان المصري لما تخوفه بالوباء يبتدي يتراجع؟ عارف لو الدوله قللت السهر، لغت فتفوته من الزحام في البنوك، الناس تكش. انا بقول لك صح. كلام يعني عندك حق ما بيتقلش. صح. انما انا بقول لك كلام شديد الصراحه. صحيح. والصدق. صحيح. الناس بتبص للدوله فتحت كل الابواب، ما تقفلهاش انت بقى. فعشان كده عايز اقول لك ان ده من الاشياء شديده الاهميه اللي يجب. ولذلك انا حرصت ان انا ابقى اطلع بالماسك، لانه ضرورة قصوى، والكحول ضرورة قصوى، والبعد عن الزحام ضرورة قصوى، وكل الأشياء ولا نعلم متى يرحل. وبعدين الأخبار اللي بتنزل فيما يتعلق باللقاح مخلية الناس حاسة ان ده بعد أسبوع عن القفل أجزخانة. صح. وهذا ليس حقيقيا طبعا، ولا زالت التجارب السريريه هتاخد وقت مننا. مظبوط مظبوط مظبوط. عند حضرتك تماما. فارجو ان الكلام اللي حضرتك قلته ده بالانفعال ده وبالحرص الشديد ده يكون وصل الى مسامع الناس، خصوصا اللي باعوا القضيه كما نقول يعني. ويعرفوا بس انه قليل قليل من الحذر مفيد. في سلام جدا. في سلام تمام. مفيد جدا تمام. وفي سلامه لك ولغيرك. صحيح. لك ومن تحب. ومن احب. صح. لك ولجدك. لك ولوالدك. ولوالدتك ولابنك. وزي ما احنا قلنا رقده حد من عزه على السرير تسوى الدنيا وما فيها. بالاضافه بقى انه ارزقنا لا قدر الله هترجع تتعطل تاني ويتشلل الاقتصاد، ومين عايز ده؟ نحن الذين نصنع العودة إلى الاحتراز الإغلاق. أيوة. ونحن الذين نصنع التوافق بين ما نريد وما تريد الدولة. أحسنت. أحسنت. أحسنت يا أستاذ مفيد. صحيح. عايز أقول لك أنه الوعي بالحياة مخلينا يجب أن أنا أقول لك انتهى عصر بقلز. ما عاد عصر بقلز. خلاص. المذيعة هي ده. وبرامج اللي انت بتتمناها بقى شايفها هنا. صح. واذا كان التلفزيون هو الاب البديل.
ايوه فده أنقل. اذا كان التلفزيون صح. شاشته صح. هي الاب البديل ده أنقل. ده للاسف وانا هستخدم عبارتك ده دلوقتي الاطفال كتير جدا هو بابا وماما وانور وجدي. برافو عليك. ده هو ده مش الاب البديل ده هو ده الاب والام الحقيقيين. أيوة. لاجيالنا الجديده. ايوه عشان كده يعني انا وانت بتقول وعرضت اسماء عظيمه بابا شارو وكل المجموعه بتاعه المذيعين والمذيعات اللي طلعوا وذكرت اسم ساميه شرابي انا فاكر كويس قوي ان انا اقول لك اننا نحلم ان يبقى في قناه للاطفال مش برامج ولكن فكره قناه للاطفال تحتاج ان يكون هناك مربي نفسي يعالج الأمال يعالج الأطفال من مشاكل هذا الجهاز وما يرونه والأشياء اللي بتعمل إزعاج رهيب ولا يدركها الآباء والأمهات. صح. ده الأم تقول لك إيه سيبه سيبه الولد ده ملهي بعد عني ملهي وما بيعملهاش مشكلة. على فكرة نعم. ده المصطلح صح. هو طبعًا. ملهي ده طبعا لان ده جهاز إلهاء. إلهاء بالضبط. برافو عليك. جهاز إلهاء ده تعبير دقيق. وبعدين ما بيعملهاش مشاكل خالص ولا فيش كرة بتجري في البيت تكسر لانه عامل كده. صح. وخصوصا التاتش. تصدق يا ريس والله حتى الصورة الذهنية اللي حضرتك قلتها نعم خليتنا افتكر دلوقتي الايام اللطيفه بتاعت زمان اللي كنا نقعد نجري في الصاله والوالد والوالده يقول لك بس يا واد بس كفاية. يا بنت كفايه صدعتوني مش عارف ايه اوعى الفازه تتكسر اوعى السجاده تتقطع اوعى مش عارف ايه وكله عامل متهيأله انه الخطيب يعني فمش ممكن دلوقتي بس دلوقتي بنقول يا ريت الايام دي ترجع طبعا تخيل لأن العوده لده اللي بتكلم عليه ده هو العوده للنقاء الحقيقي مظبوط هو العوده للطفوله بمعنى الطفوله وعارف حضرتك عوده لايه نعم عوده للحياه الحقيقيه نعم مش للحياه الافتراضيه افتراضيه برافو عليك الناس كلها والاطفال كلها عايشين افتراضي افتراضي فيسبوك مش عارف تيك توك كله افتراضي وبعدين يقول لك انا بسال واحد ايه بيقولوا لي الانستجرام ما بتنزلش حاجتك على الانستجرام ليه قلت ايه الانستجرام قالوا ده الاكثر مشاهده دلوقتي الابلكيشن اللي مسمع اكتر من فيسبوك والتويتر الانستجرام شويه وبعدين يقول لي ما تطلع استاذ مفيد تقول حاجه تهز الدنيا كده قلت له علشان ايه ليه اقول حاجه ليه هز الدنيا اساسا هز الدنيا ليه قال لي علشان تبقى ترند الله ايه ده ايه ده لازم حد يقف وقفه لازم يعني انا شفتك مره واحنا بنتكلم في الوعي في حلقه من الحلقات لقيتك وشك انقبض وقلت ايه لا 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 الموضوع ده هيبقى يعالج فيما بعد ويبدو انك كنت متضايق من شيء على هذا الجهاز صح صح تمام صح وقلت يا ترى انا شايف تامر عمره ما انفعل بالشكل ده يبقى ده ايه ده يحتاج للوعي الكامل بيه لانه في ايد اولادنا الحركة قلت ده يا ابو استاذ مفيد ده فيه دلوقتي هوس بمعنى كلمه نعم. هوس الترند ده ومش عايز اقول لفظ كمان يعني زياده بس خلينا في الهوس نعم. هوس الولاد والبنات بيصحوا الصبحيه كله بيفكر ازاي يعمل حاجه مجنونه توصله لفكره انه يبقى ترند اكبر لايكات واكبر كومنتات واكبر مشاهدات واكبر زيارات على اللي عامله فالولاد بيتجننوا يا اما بقى بسباب وبقله ادب وبتخبيط وتطاول وتجاوز والبنات بعيد عنك بحاجات متطرفه وحاجات شاذه وحاجات كذا والدليل ان في بنتين دلوقتي محبوسين نعم اللي هم موده صح. وحنين محبوسين صح. لان هم كانوا عايزين يبقوا ترند صح كانوا عايزين يبقوا فتاه التيك توك ونجمه اليوتيوب نعم. للاسف لانه هنا في كاميرا الكاميرا دي عملت بلاوي في حياتنا صحيح ولذلك زي ما تفضلت الترند هو دعوة فاجرة أيوة للأشياء الترند دعوة فاجرة للأشياء دعوة فاجرة للأشياء نعم دعوة إن أنا خليك تفجر طبعا عشان تبقى ترند طبعا إن واحدة تعري نفسها إن واحد يطلع
يقول كلام متطاول متطاول متجاوز. شديد العبط صحيح في سبيل هذا. اذا انت هنا بتقف عند ايه يا تامر؟ من الناحية النفسية طريقة المكسب في المجتمع ازاي؟ صح. من الذي يربح في المجتمع؟ يا سلام عليك، ده محور مهم جدا. من الذي يربح في المجتمع؟ اذا كان الفكرة وصلت الى الاطفال انه اللي بيربح اللي يعمل الغريب والشاذ والبعيد عن المجتمع. لا، وغرسنا كمان انه الشهادة بقت بلا قيمة. نعم. وان قيمة العمل صفر. نعم. لكن الفهلوة هي اللي بتكسب. نعم. والسمسرة هي اللي بتكسب، خصوصا اذا اذنت لي في وفاة الكتاب. وفاة الكتاب. مات الكتاب، مات كتاب الطفل، ماتت مجلة الطفل، صار الأطفال هو الترند. صح. ويدوروا على التيك توك ده والحاجات اللي من هذا القبيل. حتى الحاجات اللي موجودة على النايل سات والقنوات وبتاع كلها أجنبية. نعم. المخاطبة للطفل. نعم. كلها أجنبية. زي ما تفضل. وكأنه مربية إعلامية أجنبية. هي اللي بتشوف. هي اللي بتربي أولادنا. تمام. في يوم من الأيام أنا كتبت مقال اسمه تربية دادات. تربية دادات. الدادة يعني. الدادة. تربية دادات. والمقال كان عن المملكة العربية السعودية. تمام. وكان سمو الأمير طلال الله يرحمه. الله يرحمه. كان من أنصار أن الدادات يبقوا عربيات. حتى لا يتعلم الأطفال أشياء غريبة وسلوكيات غريبة. صح. خصوصا انه في بلاد تقصها تحتاج الى تضبيط. لا، وهنا عندنا تمام. ما اكثر الطبقات المتيسره دلوقتي. نعم. اللي شغاله مش عارف ايه، اما من شرق اسيا، اما من جنوب افريقيا، اما من كذا كذا كذا، ومش عارفين دول، ودول اللي بيقعدوا الوقت الاطول مع الولاد، ودول اللي بيربوهم، وبيتقفل عليهم الباب مع الولاد، ودول اللي بيربوهم. نعم. فانا مش عارف سلوكياتهم عامله ازاي، هنا الخطوره، واخلاقهم عامله ازاي. نعم. هنا الخطوره. عشان كده انا بقول انه لازم الصحه النفسيه تبقى حاضره دائما، علشان خاطر مشاكل اللي بيقعوا فيها. صح. الاولاد. طب الصحه النفسيه حاضره. نعم. يا استاذ مفيد. نعم. بس هرجع للنقطه برضو اللي توجع اللي حضرتك قلتها، الا وهي وفاه الكتاب، خصوصا. نعم. ادب الطفل. نعم. ومجله الطفل. نعم. وبرامج الاطفال اللي. نعم. برضو توفت يعني. انا سمعت حوارك مع الاستاذ يعقوب الشاروني. يعقوب الشاروني واحد من القلائل طبعا الذي يعرف كيف يخاطب الاطفال. تندهش انه النهارده هو ما يعرفش بيخاطب مين. او ايه تركيبة عقل الطفل اللي بيخاطبه النهاردة. انا عايز اقول حاجة، بص طبعا السنس الاعلامي هنا متفجر يعني. انا اذا كنت انا حسيت ده، لان الاستاذ يعقوب بيكلمني فعلا، انا حسيت انه طبعا هو قيمة لا يمكن. نعم. لا يمكن تقليل منها، بس انا حسيت فعلا انه البوصلة مش 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 ثابتة. وكان باين على وشك. بجد؟ والله العظيم انا هنا اراقبك، كان باين على وشك. لان فعلا انت لما بتفقد اللي يسموه سنس النكش. ايوه. بتبص تلاقي نفسك من غير ما تدري كل ملامحك قد استكانت. صحيح. انا غلطان؟ لا، محق 100%. صحيح. لانه ما كتبش عليك كمان، انا كنت كلمت الاستاذه الاول هاله فاخر. نعم. اعتبرها واحده من اهم النجمات اللي اشتغلت. نعم. في. نعم. برامج الاطفال وسينما الاطفال وكده، وهي نجدتني. نعم. وبعدين كلمنا الاستاذ يعقوب باعتباره اهم قلم كتب. نعم. لادب الطفل. تمام. وما اكذبش عليك انا كنت بستنجد بيه. نعم. بصراحه ما نجدنيش قوي. نعم. وحضرتك قلت انه بان على وشي، انا ما كنتش اعرف يعني. لانه لان انا حسيت انه يقول لي مش عارف ايه وعاملين كذا في مكتبه يا استاذ، انا بكلمك على قضيه اعمق واهم، والمفروض ده انا حسيت ان هو هيخش ينفجر في وشي يقول لي فين. فين ادب فين. لا. انا مستعد اكتب لكم، فين المسرحيات، فين. عارف. البرامج كذا. ففوجئت ان انا بقول له فين، وهو اللي بيقول لي في سته بيرسموا في مدرسه كذا. يا استاذ يعقوب، كان ذلك وكان فعلا ماضي. صحيح صحيح. يعني استاذ يعقوب الشاروني كان بيتكلم عن اللي فات، على زمن بقلز. ما هو بقلز عاش فتره طويله في حياة الأطفال. صح. ولكن لم يعد بعدها.
ده بقلص وده كل حاجه وده بابا وماما وامر وجدي. صحيح. شفت قد ايه خطوره ده؟ ومن هنا ده انت اللي طرحته انت النهارده فيما يتعلق بالاطفال يحتاج لمؤتمر. مؤتمر مش ندوه طبعا. لمؤتمر الطفوله بين الـ 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 الافتراضي والواقعي. صح. انت انا طرحت سؤال والله. نعم. اثار في ذهني النهارده الظهر بالصدفه مش فاكر. نعم. ايه السبب يعني، بس اثارت القصه السؤال ده، مين اللي بيربي اطفالنا؟ نعم. فلم اجد اجابه. اسئله، مين اللي بيكتب دلوقتي للاطفال؟ صحيح. مين اللي بيخاطب الاطفال سينمائيا؟ وبعدين زمان كان في حاجه اسمها ده تشوفه اقل مش معرفة ايه كام سنه. ايوه. ما عادش ده خالص موجود. اذا معنى هذا، تصدق انا قلت فعلا، كنت قاعد مع صديق ليا في من شهر كده وكنا بنتفرج على قناه من القنوات وفيها مسلسل بيتذاع. فبدايه المسلسل قال لك لا ينصح لمشاهده هذا العمل لاقل من 14 سنه او 16 سنه. والمهم خدنا الكلام، هي قناه مسلسلات يعني، خدنا الكلام ومش عارف ايه وكذا، خلص المسلسل وابتدى مسلسل بعديه مصري برضه. فالتتر برضه في البدايه لا ينصح لمن هم دون 12 سنه، فصاحبي قال لي امال العيال هيتفرجوا على ايه؟ نعم. لما هو ده الاقل من 16 لا، وده اقل من 12 لا، واللي بعديه اقل من 18 لا، امال العيال ممكن يتفرجوا عليه؟ لما يفتحوا التلفزيون يلاقوا كله لا اقل اقل اقل، طب ايه بقى الماده اللي تنفع لهم؟ فانا ما عرفتش ارد عليه. كل ما كان مكتوب لا ينصح بيتفرجوا عليه. ما دام موجود لا ينصح. ما تاخدش الطفل بتاع الزمن ده ابدا. انت قصد حضرتك ان الممنوع مرغوب. وما تاخدش طفل هذا الزمن ابدا بطريقه النصح وبطريقه لا وبطريقه ظهر كراسه الانشا بتاع الخمس اللي فيها الارشادات اللي فيها الارشادات. لم يعد الطفل ابدا. ده انا بتمني ان تبقى فيه حاجه مناقشه شديده واعيه قانونيه. هل الطفل قانونا ل 18 سنه؟ غريب غريب. وما اعرفش المشرع، مع احترامي للتشريع في بلدي، انا ما اعرفش المشرع بيبقى بيفكر في ايه لما طفل ممكن يعمل جريمه. 18 ده يعمل جريمه وبعدين في النهايه يذهب الى الاحداث. اكمل. وقد يتعلم الجريمه اكثر. ما طبعا المكان اللي بيبقى فيه يعني تجمع لمجرمين كذا، مع انه المفروض انه تهذيب واصلاح، لكن في النهايه ممكن يبقى بيئه حاضنه لمشاكل كتير. لكن انا متفق مع حضرتك تماما انه هي تركيبه. عشان كده انا سعيد ان حضرتك حتى عظمت الموضوع. انا قلت المجرد ان احنا نقعد بس نشوف كده القصه، انت عايز مؤتمر كامل. نعم. يبقى فيه بعد قانوني. نعم. وبعد نفسي. نعم. وتربوي. نعم. والقائمين بقى على الدراما والثقافه والسينما والاعلام يبقوا قاعدين. وتعليمي طبعا، لانه ايه المحتوى اللي بيطلع للاولاد النهارده؟ صح. دي مساله مهمه. هو بيتعلم ايه النهارده؟ وفين القدوه؟ وفين الرمز اللي انت بتقدمه حتى في الدراما والمسلسلات؟ نعم. والافلام. نعم. انه انت لما قلت ان دي قضيه منسيه كان تعبيرا دقيقا. ليه منسيه؟ لانه احنا مش واخدين بالنا من اطفال بينشأوا وبيترسم في ذهنهم الصور الذهنية الكاملة عن البيت المصري بما فيه مشاجرات الأم والأب. صح. هي قضية كبيرة احنا فتحناها النهاردة، ونعدكم كما عهدتمونا ان احنا ما بننساش، وحنفضل فتحينها وحنخاطب مسؤولين يملكون التأثير ويملكون القرار ويملكون القدرة على الإبداع وصنع يعني قوة ناعمة تؤثر في وجدان أطفالنا. لأن احنا فلت مننا كام جيل مش عايزين عددهم يزيد، فلت مننا. وبعدين احنا لازم الأولاد دول يتعلموا قيم معينة احنا ناسينها. صح. قيمة العمل. صح. أنا خلصت كلامي، ولكم مني السلام، وعند الأستاذ مفيد الختام. أنا قلت آخر جملة هي العمل. لازم الأطفال يتعلموا من الطفولة العمل. وزي ما الوزيرة البيئة ظهرت في قناة النهار كانت حريصة
استاذ تامر سال وقال مهم قوي انه يطلع الطفل عنده فكره عن العمل وعن احترام البيئه. انا عايز اقول انه السر الحقيقي وراء بلد زي سنغافوره هي ببساطه شديده اطياف المجتمع كله في حقيقه الامر حول امر وامل منشود بوعي وبضمير. عايز اقول انه القريحة الذهنية في مصر حقيقي التكنولوجيا قدرت تخرجها تماما من عزلتها، لكن يظل انت الفاعل الحقيقي في الاضافة والتطوير، وانك تقول طفل اليوم عاوز ايه ويتعلم العمل. وقل في كتابه العزيز يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فسيرى الله سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. غدا نهار آخر.